بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. حلقة جديدة النهاردة، يمكن الحالة الحلوة العامة اللي احنا عايشينها حالة جميلة جدا، هي حالة مباراة السوبر. الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 7. ستكون أو ستنطلق المباراة، مباراة السوبر المحلي ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك. كل مصر وكل إفريقيا وكل الوطن العربي ينتظر هذه المباراة. الحقيقة مثل هذه المباريات تلعب على نقاط صغيرة جدا. النهاردة فعندنا اتنين أو عندنا فقرتين، الفقرة الأولى أو الجزء الأول من البيت الكبير النهاردة هيكون معانا النجم الكبير كابتن مجدي طلبة، هيكون في ضيافتنا نعرف منه كيف يستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة. أيضا الجزء الثاني هيكون معايا أيمن جلبرتو وأحمد السيد، هنتكلم برضو عن هنتكلم أكتر عن الزمالك، طريقة لعب الزمالك، كيف يستطيع النادي الأهلي أو أي أهم نقاط الضعف اللي موجودة في نادي الزمالك، كيف يستطيع النادي الأهلي أن هو يفوز على نادي الزمالك من خلال هذه التحليلات الهامة جدا اللي هنتكلم مع حضراتكم عليها في الجزء الثاني من هذه الحلقة. برضو عندنا الهاشتاج اللي هنتكلم عنه النهاردة أو اللي هيبقى معانا النهاردة طوال هذه الحلقة، وجه رسالة دعم للاعبي النادي الأهلي في هاشتاج السوبر يا أهلي، من خلال السوبر يا أهلي على البيت الكبير، ووجه رسالة دعم للاعبة النادي الأهلي أو للاعبي النادي الأهلي. مرة تانية شارك برأيك على هاشتاج السوبر يا أهلي، ووجه رسالة دعم للاعبي النادي الأهلي. طيب معايا على التليفون دلوقتي حد مهم جدا 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 لكل عشاق النادي الأهلي ولكل محبين النادي الأهلي. الحقيقة لما نيجي نتكلم عن 6 ألقاب دوري مصري ممتاز، 2 لقب كأس مصر، 4 ألقاب سوبر مصري، 4 مرات بطولة دوري أبطال إفريقيا، 4 مرات كأس السوبر الإفريقي. خليني بس أرحب بالأسطورة مانويل جوزيه. مستر مانويل، أهلا وسهلا. ألو مستر مانويل، مستر مانويل معاك. معايا مستر مانويل، وحشنا جدا. هو صوته مش واضح بس يا شباب بعد اذنكم. سيور ستامي اوفيندو حبيبي، اي ليسن يو اوكي. سي واحد فريند. الو ام اوكي نو بروبلم. كان توك في مشكله في الصوت يا شباب، نحاول نرجع تاني. يا شباب حد يرد عليا اسال على طول. اوكي ماشي مستر مانويل، اولا انت وحشنا جدا جدا ووحش كل جمهور النادي الاهلي، يعني سعداء جدا بوجودك معانا، وانا شخصيا طبعا انت بالنسبه لي قدوه كبيره واسطوره كبيره جدا، وبالنسبه لكثير من الاهلاويه قدوه كبيره واسطوره كبيره. ده هو في مشكله في الصوت يا شباب، لو حاولوا مره ثانيه. طيب هنحاول مره ثانيه مع مستر مانويل الحقيقه، لان الصوت مش واضح. لكن الحقيقه لما نيجي نتكلم عن مستر مانويل، زي ما قلت لحضراتكم، 6 القاب دوري مصري ممتاز، 2 لقب كاس مصر، 4 القاب كاس السوبر. كاس السوبر بالمناسبه لمانويل جوزيه هو له الرقم القياسي كاكبر وكاكثر مدرب حقق بطوله كاس السوبر المصري باربع بطولات، 2005 2006 2007 2008 2005 و2006 كانوا على حساب نادي امبي. 2005 كان نادي امبي هو بطل الكاس، و2006 كان نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك اعتذر عن لعب هذه المباراه ودخل مكانه نادي امبي. 2007 برضه كانت مباراه الاسماعيلي، واستطاع نادي الاهلي ان يفوز على نادي الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحيه 4-2. ثم نادي الزمالك في 2008، واستطاع نادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. اللي يتذكر هذه المباراه
كابتن احمد حسن احرز هدف المباراه الاول، وكابتن معتز اينو احرز هدف المباراه الثاني. بالمناسبه مانويل جوزيه من المديرين الفنيين اللي لعب او فاز على نادي الزمالك 14 مره ما بين دوري وكاس وافريقي. احنا لعبنا الفتره دي الاهلي لاعب الزمالك في الكاس وفي الدوري وفي البطوله الافريقيه في الدور قبل النهائي، 14 مره بيفوز نادي مستر مانويل جوزيه على نادي الزمالك واربع تعادلات. مستر مانويل ويلكم مره اخرى، يعني رجعت لنا مره ثانيه يا مستر مانويل، سعداء جدا طبعا بوجودك معانا. مستر مانويل انت صاحب الرقم القياسي كاكثر مدرب حقق بطوله كاس السوبر، لو تفتكر اي بطوله بطوله سوبر مميزه بالنسبه لك. I don't remember that. هو يقول لنا تذكر ذلك. نعم. 21 people. Okay. In 8 years. طيب هو واضح ان في مشكله في الاتصالات ولا ايه؟ طيب نحاول يا شباب، يعني انا الحقيقه مش سامع الصوت. طيب نحاول مره ثانيه. زي ما قلت لحضراتكم هي مباريات السوبر اذا اتكلمنا عنها. مستر مانويل اربع سنين سوبر ورا بعض، خلي بال حضراتكم، 2005 2006 2007 2008، اربع سنين ورا بعض. الحقيقه لما تيجي تشوف هذا الانجاز الكبير وهذا الانجاز الضخم هيبقى مانويل جوزيه هو الاسطوره النادي الاهلي ويظل دائما اسطوره النادي الاهلي. بالمناسبه برضو كابتن حسام البدري صاحب ثاني اكبر فوز مع النادي الاهلي بعدد السوبر المحلي، كابتن حسام فاز بثلاثه سوبر محلي، مانويل جوزيه اربعه سوبر محلي، ايضا كابتن حسام البدري ثلاثه سوبر محلي. لكن مستر مانويل هو أسطورة النادي الأهلي أو أسطورة تدريب النادي الأهلي، الكل بيحب هذا الرجل، الأهلوية كلهم بيحبوا هذا الرجل. زي ما قلت لحضراتكم هذه المباريات تلعب على أخطاء بسيطة جدا جدا، سواء لنادي الأهلي إن شاء الله يستطيع أن هو يستثمر من أخطاء نادي اللي هتحصل في نادي الزمالك، إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش عندنا أخطاء كبيرة يقدر يستثمرها نادي الزمالك أن هو يحرز أهداف في هذه المباراة. لما تيجي تتكلم عن هذه المباراة من الناحية الفنية هتجد مباراة إن شاء الله المتوقع أن أنت تجد مباراة ممتعة، زي ما دايما بقول خلال هذا الأسبوع طول الأسبوع بالكامل كنت بقول لحضراتكم طالما هناك في عدالة جماهيرية وعدالة تحكيمية في ملعب المباراة اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفين من سيكون حكم المباراة، ولكن كل الأخبار اللي جاية بتقول أن حكم المباراة سيكون من حكام النخبة. حكام النخبة اللي هم الحكام الكبار اللي يقدر خمس دوريات الكبار اللي نقدر نجيب من عندهم أو نقدر نجيب مجموع حكام يستطيعوا أن يكونوا حكاما لمباراة الأهلي والزمالك، لا أحد فيهم ينظر إلى اللون الأحمر ولا اللون الأبيض، لا أحد ما حدش عنده فيهم حاجة اسمها احتواء، ما حدش عنده حاجة اسمها أصل بروتوكول اللي مش عارف إيه، ما بنسمعش الكلام ده غير في مصر الحقيقة، وبالتالي أو مع الحكام المصريين، مفيش حاجة اسمها احتواء. الاحتواء ده يعني إحنا ما نيجي نسأل على موضوع الاحتواء، ما حدش بيقول لنا يا جماعة بيقول لك سوري مش فاهمين. يعني ايه احتواء؟ فبالتالي ان شاء الله عداله تحكيميه مع عداله جماهيريه، 12000 ونص متفرج للنادي الاهلي و12000 ونص متفرج لنادي الزمالك، وبالتالي من الممكن جدا ان احنا على ان شاء الله على ارض الملعب يتبقى تفكير مستر مارسيل كولر وتفكير فيريرا في هذه المباراه. مارسيل كولر كل الناس وهي بتتكلم عن هذا الرجل بتقول ان هو ذكي، يستطيع ان هو يعمل شغل جيد جدا جدا جدا. الراجل بدا يحفظ الفرقه، بيحاول الايام السابقه ان هو يقعد مع كل لاعب، دي حاجات برضو معلومات بنقولها لحضراتكم. مستر مارسيل كولر خلال الكام يوم اللي فاتوا تحديدا من بعد انتهاء مباراه اسوان جاب 3 4 5 لعيبه، ومش فقط 3 4 5 لعيبه، اللي انا فهمته ان هي دي البدايه، كل يوم بيقعد مع خمس ست لاعبين يتكلم معاهم، انت لما تيجي تلعب ناحيه الشمال هتلعب كذا، لما تلعب ناحيه اليمين تعمل كذا، لازم تبقى اكثر تطورا، اكثر
ذكاء في الفترة القادمة. الراجل بيتعامل نفسيا غير الشغل الفني والبدني اللي على أرض الملعب، الراجل بيتعامل نفسيا بشكل كبير جدا جدا مع مجموعة اللاعبين اللي موجودين. علشان كده أنا بقول لحضراتكم أن هذا الرجل إن شاء الله إن شاء الله مباراة أولى بالنسبة له، يمكن هي دي الحاجة الوحيدة اللي فيها فيريرا يكون متفوق على مارسيل كولر. ولكن خليني أقول لحضراتكم كل حاجة تقريبا 50-50، محدش يقول لي أصل الأهلي يقدر يكسب، أصل الزمالك يقدر، لا، كل حاجة ماشية في هذه المباراة 50-50. إن شاء الله نجد مباراة ممتعة تليق باسم الفريقين الكبيرين الحقيقة، سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. وزي ما دايما بنقول، أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي هيعمل سيمفونية رائعة في مدرجات الإمارات. إن شاء الله إن شاء الله حاجات مهمة جدا جدا نقدر نعملها خلال هذه الفترة. طيب عشان نحاول بس نظبط موضوع الاتصالات، نحاول نطلع أو نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم مع حضراتكم في مباراة السوبر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنرجع مره تانية دلوقتي، اول ما يرجع لنا او يجي لنا مستر مانويل مره تانية. حضراتكم عارفين الاتصالات في هذه الاوقات بتبقى اتصالات كثيره جدا، لكن الحقيقه برضو خلينا نتكلم عن مباراه السوبر شويه، لان هذه المباراه تحديدا ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. عايز برضو اقول لحضراتكم انه ان شاء الله ان شاء الله في خلال وجود النادي الاهلي النهارده، كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان متواجد على في التمرين الفريق النهارده. بقى لنا فتره الحقيقه كابتن الخطيب زي ما حضراتكم عارفين كان موجود في فرنسا لاجراء بعض التحاليل وبعض الامور الخاصه بالنواحي الطبيه الخاصه برئيس النادي الاهلي، ثم راح السعودية عمل عمرة، وبعد كده راح الإمارات. النهاردة كان متواجد للاطمئنان على بنته وعلى حفيدته، وبعد كده راح زار الفريق النادي الأهلي. والحمد لله زي ما حضراتكم عارفين وجود الكابتن محمود الخطيب بقالنا فترة طويلة جدا ما شفناهوش، الحمد لله طمن على الفرقة في وجود السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، والسيد خالد مرتجي نائب رئيس النادي، وأيضا دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة. والحقيقة كان تواجد كبير جدا جدا. المهندس سيف الوزيري أيضا كان متواجد، لأنه زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراة الكل بينتظر إيه اللي هيحصل فيها. مباراة الأهلي والزمالك دائما بتكون بهذا الشكل، مباراة الأهلي والزمالك الكل بينتظرها، إيه اللي هيحصل في المباراة دي. كده كابتن محمود الخطيب واقف وراء فريقه، كابتن محمود الخطيب بينتظر إيه اللي هيحصل، كابتن محمود الخطيب مع الفريق. عشان الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير جدا ان صحة الكابتن الحمد لله اموره جيدة جدا، والامور زي ما حضراتكم شفتوا. يعني حاول تجيبها لنا برضو يا سمير لو زيارة الكابتن محمود الخطيب موجودة معانا، علشان تبقى مع جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا بنزحها طوال النهار النهاردة، ولكن يعني برضو لمحبين وجمهور النادي الاهلي وجمهور البيت الكبير، ده كان لحظات وصول الكابتن محمود الخطيب. طبعا ده كان يعني منذ حوالي 3 أو 4 ساعات كابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم شايفين نائب السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي طبعا بيسلم على الكابتن خطيب، والاستاذ مهندس عدل القيعي رئيس شركه الكره، وكل المجموعه موجوده وبتسلم على الكابتن. وزي ما حضراتكم شايفين كده حاجه جميله جدا، المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن سبورت، ايضا الدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، ومجموعه من الاصدقاء متواجدين. بس احنا حبينا نطمن حضراتكم على ان الحمد لله الامور جيده جدا هناك، وكل الامور بخير، وكل الامور ان دلت بتدل على ان هناك شيء جيد بيحصل. تنظيم من اول يوم زي ما قلت لكم منذ الوصول امس، وهناك بعض الامور التنظيمية اللي اتكلم فيها معانا فاروق صلاح امبارح بالليل، والنهارده برضو بعد شوية بعد قليل هنجيب لحضراتكم فاروق صلاح علشان أيضا يتكلم على أو يتكلم مع حضراتكم على إيه اللي هيحصل هناك. احنا طبعا هنحاول دلوقتي مرة أخرى تحاولوا بقى تجيبوا لنا مستر مانويل جوزيه
المدير الفني الأسطوري لنادي الأهلي. نسمع برضو رأيه ونسمع ذكرياته عن هذه المباريات. مانويل جوزيه من المديرين الفنيين اللي بيحبهم جدا 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 عدد كبير جدا من الأهلوية، إما كانش كل الأهلوية يعني، فيبقى عدد كبير جدا جدا من الأهلوية بيحب مانويل جوزيه. زي ما قلت لحضراتكم هننتظر دلوقتي او هنحاول نجيب مانويل جوزيه على التليفون. مستر مانويل واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي لفترات طويله. برضو عايز اقول لحضراتكم ان النهارده تحتفل الامارات ومصر بمرور 50 عاما على بدء علاقتهما الثنائيه بتنظيم احتفاليه كبرى تحت شعار مصر والامارات قلب في قلب واحد، تتضمن اجنده متنوعه من الفعاليات ايام الاربع والخميس والجمعه. الحقيقه الحدث جاي في توقيت مباراه السوبر اللي بتجمع الاهلي والزمالك في الامارات زي ما حضراتكم شايفين. والنهارده كان في استقبال من الاعلامي الكبير استاذ يعقوب السعدي، كابتن محمود الخطيب ودكتور طه اسماعيل رموز النادي الاهلي والكره المصريه. ستظل دائما العلاقات المصريه الاماراتيه طول عمرها علاقات اخوه وصداقه عميقه من سنوات طويله، ودايما التعاون المصري والاماراتي في مختلف المجالات وعلى كل المستويات هو تعاون وتعامل نموذجي ورائع ما بين البلدين الكبيرين. مصر والامارات فعلا على قلب رجل واحد. 50 عاما من العلاقات الجيده والمحترمه ما بين الامارات ومصر او مصر والامارات. زي ما قلت لحضراتكم دايما خلال الفتره الاخيره بنجد مباريات الاهلي والزمالك في السوبر موجوده دايما في الامارات. طيب نروح بقى لمستر مانويل جوزيه. زي ما قلت لحضراتكم مستر مانويل جوزيه توج بست القاب الدوري المصري الممتاز، 2 لقب كاس مصر، 4 القاب كاس السوبر المصري. مستر مانويل يعني اور ليجند، هاو ار يو؟ ايفرثينج از جود؟ Yes. Islam? Yes. You are in the live, coach. I'm fine, okay, no problem. Everything is good? Yeah, no problem. First, of all, you won 4 titles of Egyptian Super Cup with us in El Ahli. Yeah. One of these 4 titles against Zamalek. What is the best game you remember, coach, against Zamalek? I remember this match against the Malika. Yeah. And we won the match, but it was a very tough match. I think in the Malika played very well, and we played very well, and we won. Yeah, it was a great match. Yes. Our generation now is working as a coach. يعني like عماد النحاس is a coach now. وائل رياض شيتوس is a coach now. سيد معوض is a coach now. Even Gilberto is a coach now. Maybe Flavio is a coach now. Gilberto is a coach? Yeah. Can't believe it, eh? Yeah. Gilberto is a coach now. Huh? You joke? No. This is true. Gilberto is a coach where? In Angola or? Yes, in Angola, coach. Okay. Petro Atletico, I think. What? Petro Atletico in Angola. I Petro Atletico. Okay. Yes. It's a good club. Do you think, do you know Roy Vittoria will make a good results with the Egyptian national team in Egypt? Roy Vittoria. Yeah, he haven't experience in the Arab countries, okay? Mm-hmm. But he's a good coach, okay? Mm-hmm. He's a young coach, okay? He's very intelligent. Oh. Like I told you before, I don't know now the level of the players in Egypt, if it's very high or not, if you have very good players or not. Mm-hmm. That's because I can't talk clear about this. The coach is good. Okay. And he can do a good work, but I cannot tell you nothing more than this because I don't know the players. طيب, if we speak about your old player, coach,
عماد النحاس is now is a coach in المقاولين العرب and after that الاتحاد السكندري. وائل رياض شيتوس in Olympic team. سيد معوض also is a coach. What do you want to say about this? Okay, for me it's very funny and at the same time I'm proud about this. It's very funny, huh? They work with me, okay? Yes. And maybe they learn something with me, okay? And now they are all of these players are big players are coach now. Okay, my desire is that they have successful as a coach, and they have a very good experience with Arley, and it's very important because with me, all these players they won 21 titles, okay? Ah. 8 continental titles, titles, okay? They play 9 final continental. Finals with me, and we won 8. Okay, they have a very good experience about this, and I hope that this experience with me along this time, not only me, with the other coach that they have in Arley. Yes. Okay, and they have a good chance to because I think they learn something about this, and it's very important because they won, okay, 21 titles with me. Yes. And now, now they have a good possibilities, okay, to win the competitions, okay, and or do a very good work in the as a coach. Now, when I speak with Ahmed or Goma and Abu Trika now analyzes in Bein Sports, you know that. Abu Trika what? Abu Trika and Wael Goma in TV. They work in TV in Bein Sports analysis. Okay. Did you see them or no? Did you see? No, no. This. No. Okay. When I speak with Ahmed Nahas and Wael Riyad Shitus and Said Maawad, they told me this is from 2 days. I told them, what about Mr. Manu? They told me we always learn everything. What we are doing in our field in coaches from Manuel Jose. They are very nice with me. Yes. Ahmed Nahas is very clever, okay? Yes. And he started 3 or 4 years ago as a coach. He made a very good work at the moment. Yeah, he's now he's good, yeah. But he's very clever, you know that. Yeah, Ahmed Nahas is very clever, yeah. Very clever. And yeah. Shitus even is very clever. Shitus now is the second coach in an Olympic team. With Ruggiero, with Ruggiero assistant coach, the Ruggiero Micheli Olympic team. Yes, I know that. I know very well. Yeah. Okay, coach, I'm very happy to be with me. And thank you very much for this call, Mr. Manuel Jose, the legend. Thank you for to be with us. طيب خلينا اقول لحضراتكم هو طبعا مستر مانويل لما سالته قال لك انا ما اعرفش دلوقتي ولا الاهلي ولا الزمالك ولكن انا عارف ان مستر فيريرا هو مدرب كويس جدا مع نادي الزمالك وكسب الدوري وكسب السوبر انا اسف كسب الدوري وكسب الكاس مع نادي الزمالك وادى بشكل جيد مع نادي الزمالك ده بالنسبه لمستر فيريرا قال على النادي الاهلي ان النادي الاهلي بدا هذا الموسم او في نص الموسم السابق ان هو لم يكن جيدا في الاختيار في بالنسبه لسواريش البرتغالي ثم قال ان هو المدرب الحالي او المدير الفني الحالي مستر مارسيل كولر هو ما يعرفوش هو حتى ما يعرفش هو منين انا قلت له ان هو من سويسرا فقال لي طيب تمام ماشي قال لي ان الزمالك في الهاي ليفل بتاعه او ان هو في اعلى مستوى ليه من وجهه نظر مانويل جوزيه بالنسبه لانه هو بيقول لي انا ما شفتش طبعا مباريات كتير او ما شفتش مباريات خالص ولكن الزمالك في التوب ليفل ليه عنده ولكن النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على الزمالك في اي وقت طالما عندنا روح وعندنا عزيمه قال ايضا ان هو سعيد جدا بالتواجد مره اخرى
مع جمهور النادي الأهلي من خلال قناته، وهو أنا سألته على بعض اللاعبين أمثال عماد النحاس ووائل شيتوس وسيد معوض، وقلت له ان هم بيدربوا حتى جيلبرتو. طبعا هو ضحك قال لي لا انا مش مصدق ان جيلبرتو مدرب، فلانه يعني قعد يضحك طبعا شويه وقال لي اسفاني يعني حاجه مضحكه، وقال ان هو سعيد جدا بوجود هؤلاء اللاعبين، قال على هؤلاء اللاعبين ان هم وصلوا معاه لمستوى عالي جدا، استطاعوا ان يفوزوا 21 بطوله معاه، وان هم لعبوا نهائيات افريقيا كتير جدا معاه، وبالتالي هو سعيد جدا ليهم ومبسوط بتواجدهم في الاماكن اللي هو فيه. وبعدين اتكلمته على عماد، على وائل جمعه وعلى ابو تريكه، وقلت له ان هم بيحللوا في احدى المحطات التلفزيونيه بين سبورتس، فقال لي لا انا ما بتفرجش على بين سبورتس. انتوا عارفين طبعا الاوروبيين بيبقوا ناس واضحين وبيتكلموا بمنتهى الصراحه. ما قلت على عماد النحاس قال لي هو ذكي جدا ويقدر ان هو ينجح في هذا المجال. طبعا شكرته على تواجده معانا، وبرده كمان الجزء بتاع روي فيتوريا قال ان هو روي فيتوريا مدرب جيد جدا ويستطيع ان هو يكون عنده خبره في البلاد العربيه ويستطيع ان هو يستفيد منه منتخب مصر خلال الفتره القادمه. يعني كنا بنحاول ان احنا نجيب مانويل جوزيه الحقيقه معانا، علشان انا الحقيقه الراجل ده بحبه لله في لله كده، يعني كلنا كل هذا الجيل. لسه فعلا كنت بتكلم مع عماد النحاس ووائل شيتوس وسيد معوض وسالتهم عن مانويل جوزيه، قالوا لي احنا اتعلمنا كل حاجه بنعملها على ارض الملعب من هذا الرجل، بنتعلمنا كيفيه ان انت تدير فريق من هذا الرجل. هذا الرجل كان له دور كبير جدا لمجموعه اللاعبين اللي موجودين خلال هذه الفتره علشان يقدر ينجح معاهم وينجحوا معاه. فهذا الرجل يستحق مننا الحقيقه كل موده وكل احترام وكل ادب. حاولوا جماعه تجيبوا لنا برضو فاروق صلاح من الامارات يطمنا على حال الفريق، لانه زي ما قلت لحضراتكم الامور دلوقتي فيها كلام كتير جدا. كلما اقتربت المباراه يوم الجمعه تلاقينا بقى كلنا كجمهور، وانت يعني الناس هتسالني هتقولي انت هتعتبر نفسك جمهور؟ اه طبعا هعتبر نفسي جمهور. هو الواحد عشان لعب مباريات زي دي كتير وفاز بهذه البطولات يعني اربع او ثلاث اربع مرات، مانويل جوزيه مع مانويل جوزيه اربع مرات متتاليه، هذا الجيل من اللاعبين. لكن صدقوني كل ما الوقت بيقرب انت بتتشغل الاول في التمرين وكده، لكن كل ما الوقت المباراه يقرب بتلاقي نفسك من جواك كلاعب محتاج ان انت تقف على يعني تعرف مين اللي هيلعب قدامك كمان من الجانب الاخر، لانه مثل هذه المباريات ان انت تلعب الزمالك وفي نفس الوقت تلعب مباراة سوبر ببطولة محلية كبيرة زي هذه البطولة، أعتقد أنه كلاعب لازم تفكر كويس جدا هتعمل إيه خلال هذه المباراة. طيب خلينا بقى نروح لزميلنا فاروق صلاح من الإمارات علشان يطمننا عن حال الفريق. فاروق اولا طبعا طمنا على حال الفريق النهارده وقول لنا ايه الاخبار. انا عارف ان انت طبعا كنت طول النهار النهارده متواجد في كل برامج القناه النهارده، ولكن طمنا ايه الاخبار دلوقتي ووصلنا لحد فين؟ طبعا برحب بيك يا كابتن اسلام، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اليوم الاول لتدريبات النادي الاهلي طبعا النهارده كان على ملعب خليفه بن زايد في ملعب نادي العين الاماراتي، لكن خليني اخد مع حضرتك اليوم من البدايه اللي كان ابتدى في تمام الساعه 11 صباحا بتناول وجبه الافطار، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2 ظهرا، ثم المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي كانت في تمام الساعة الخامسة، ثم التحرك إلى ملعب خليفة بن زايد اللي بيبعد عن مقر إقامة النادي الأهلي ب 15 دقيقة. وخلينا نأكد على العمق العلاقة اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي والشعب الإماراتي والأندية الإماراتية، وأيضا بالتحديد نادي العين الإماراتي اللي النهارده استقبل النادي الأهلي والتدريبات النادي الأهلي فتح أبوابه للنادي الأهلي. خلينا نشيد لهذا الأمر اللي بيلقى استحسان أيضا من الشارع الإماراتي هنا الجميع كابتن إسلام، يعني أثناء يعني وجودنا مع الكثير من الاماراتيين او يعني بعض الجاليات الموجوده اصلا ايضا هنا سواء من السعوديه من تونس، الجميع بيعي قيمه النادي الاهلي. يعني نقول الكلام اللي اتقال لنا احنا بنفتخر ان النادي الاهلي هو نادي عربي بيمثل الكره العربيه، وجود النادي الاهلي في القاره الافريقيه
بيضيف الكثير، لكن احنا كعرب بنعتز جدا بقيمه ومكانه النادي الاهلي، وكلنا نظرتنا دايما للنادي الاهلي هي نظره الكبير، كبير الكره العربيه والكره الافريقيه. طبعا المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر النهارده زي ما قلنا لحضرتك الكابتن اسلام، المستر مارسيل كولر كان اتفرج طبعا على مباراه الزمالك الاخيره، خاصه الاربع مباريات اللي في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، وايضا لقائين امام سيراميكا وسموحه، وايضا اتفرج على اخر مواجهتين جمعوا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، سواء مباراه الدوري المصري اللي كانت انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وايضا مباراه كاس مصر اللي كانت انتهت بفوز نادي الزمالك، للوقوف على كافه الامور والمواجهات. طبعا مباراه اولى قمه بالنسبة لمستر مارسيل كولر. طبعا التدريب النهاردة انطلق في تمام الساعة 6 اللي هي 4 بتوقيت القاهرة. عارف انت طبعا يا كابتن اسلام هذه المباراة وتحضيرها والاعداد النفسي اللي بيشتغل عليه مستر مارسيل كولر هي مباراة بتبقى يعني سهلة، بتبقى سهلة جدا شوية للمدرب في التحضير النفسي، لان اللعيبة بتبقى عارفة قيمة هذه المباراة بالنسبة لهم، بالنسبة للجمهور، بالنسبة للنادي اللي انت بتمثله، فدي من الامور المهمة جدا. لكن خلينا نأكد على النواحي الانضباطية للتنظيم، الامور اللي بيقوم بيها النادي الاهلي. طبعا اختتم مرانو المستر مارسيل كولر بالتدريب على ركلات الترجيح كل اللاعبين بما فيهم حراس المرمى. يعني مستر مارسيل كولر النهارده محمد الشناوي بيشوط ويسدد ضربات الجزاء، علي لطفي، مصطفى شوبير، بحيث ان يكون كل اللاعبين جاهزين لو اضطر الامر للوصول الى ركلات الترجيح. وده اللي احنا يعني نتمنى ان شاء الله ان المباراه لعبه النادي الاهلي يكون معانا توفيق ربنا ونحسم هذه المباراه ان شاء الله خلال ال 90 دقيقه. عايز اقول لك الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، نتمنى يعني ان شاء الله تكون توفيق ربنا معانا يوم المباراه، ويعني ان شاء الله لعبه النادي الاهلي تكون قادره انها تكون شخصيه النادي الاهلي حاضره في ارض ملعب، وجمهور النادي الاهلي اللي شايفينه النهارده في كل مكان بيأزر النادي الاهلي اعتقد يكون كلمه السر في استاد هزاع بن زايد باذن الله. يا رب ان شاء الله. طمنا الاول على حاله الكابتن خطيب، يعني احنا الناس الحقيقه خلال الفتره السابقه كانت يعني بتسمع اخبار ان الكابتن خطيب سافر فرنسا علشان يعمل تحليل وكذا وكذا، طمنا يعني بشكل عام على حاله الكابتن. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسلام، الكابتن خطيب بالفعل تواجد هنا في الامارات، كان يعني في زياره لافراد العائله واحفاده، وتواجد مع بعثه النادي الاهلي في ملعب خليفه بن زايد ملعب نادي العين، رفع الروح المعنويه للاعبين، وجه رساله للاعبين. طبعا لقاءاته مع المعالي الوزير العامر فاروق نائب رئيس مجلس الاداره الدكتور محمد شوقي رئيس البعثه، وايضا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ايضا مع اللاعبين، مع الجهاز الفني مستر مارسيل كولر، مستر الكابتن سعد عبد الحفيظ، اطمن على كافه امور البعثه. وان شاء الله يعني وجود الكابتن الخطيب طبعا قيمه كبيره جدا للعبة النادي الاهلي، وتبقى رساله قويه جدا خلال يعني الكابتن الخطيب هيتوجه طبعا والعوده مره ثانيه الى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبيه والامور الطبيه الموضوعه ليه من قبل الاطباء في فرنسا. نتمنى له طبعا الشفاء والعوده سريعا. كابتن الخطيب بالقيمه والقامه في الرياضه المصريه والعربيه والافريقيه باذن الله. طيب طمنا بقى على الفريق بقى بشكل عام، وايه اللي هيحصل بكره برضو يا فاروق؟ احنا دايما بناخد منك اخر ابديت بالليل علشان اللي هيحصل بكره. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسامه، اطمنك على حاله اللاعبين ان شاء الله، كل اللاعبين ان شاء الله يكونوا جاهزين لهذه المباراه، الجميع بيتسابق لنيل شرف ان هو يكون موجود في هذه المباراه. حضرتك عارف ان طبعا دي المباريات اللي تبقى معلمه مع الجمهور، وبالنسبه للاعبين بيبقوا متلهفين مستنيين هذه المباريات اللي يعني تقدر تقول بتقرب خطوات كتير جدا ما بين اللعيبه الجداد اللي لسه سنه اولى قمه، بتبقى بالنسبه له مباراه الاهلي والزمالك هي المباراه اللي بيقدم فيها اوراق اعتماده يعني الجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى اللعيبه توفق في هذه المباراه. بالنسبه لليوم غدا يا كابتن اسلام هيكون في الاجتماع الفني في تمام الساعه 11:30 صباحا، ده طبعا بيتم من خلاله التاكيد على الامور التنظيميه الخاصه بالفريقين وموعد وصول الفريقين لملعب هزاع بن زايد، وايضا تحديد الزي اللي هيرتديه النادي الاهلي، وايضا الزي اللي هيرتديه نادي الزمالك. ثم في تمام الساعه 2:30 المواعيد اللي انا بقولها لحضرتك دي يا كابتن اسلام هي المواعيد بتوقيت ابو ظبي، هيكون الساعه 2:30 المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، ثم مستر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. الساعه 6:30 هيكون تدريب نادي الزمالك على ملعب هزاع بن زايد، النادي الاهلي هيكون تدريبه في تمام الساعه 8:00. ويعني خليني اقول لك ان نادي الزمالك هو اللي هيأدي تدريبه الاول على ملعب هزاع بن زايد، ثم النادي الاهلي اللي هيأدي تدريبه في تمام الساعه 8:00 باذن الله على ملعب هزاع بن زايد.
بطمنك بطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله توفيق ربنا يكون معانا في هذه المباراه، ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين على العوده على العوده للقاهره باذن الله، حاملين كاس البطوله بطوله السوبر رقم 12 باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من الامارات. زي ما حضراتكم شايفين الكل على قدم وساق، الكل ينتظر مباراة يوم الجمعة القادم. أمور كثيرة جدا هنتكلم فيها من الناحية الفنية، خلينا بس نطلع نشوف تقرير عن أول بطولة سوبر في تاريخ النادي الأهلي ونطلع فاصل، وبعد بقى هذا الفاصل هنرجع بقى ونستقبل نجمنا الكبير كابتن مجدي طلبة في هذه الفقرة. في الفقرة الأولى هنتكلم مع كابتن مجدي عن كل الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن مجدي طلبة في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. ازيك كابتن مجدي؟ اهلا كابتن، شرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك. شرف بيك يا حبيبي، منور، ربنا يخليك. كابتن مجدي، يعني لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والزمالك، مباراه مهمه الكل ينتظر هذه المباراه. عايز ابدا مع حضرتك الاول، احساس اللاعبين في هذا التوقيت بيبقى عامل ازاي؟ لانه دايما الوقت ده بيبقى ناس تقول لك انتوا لعبتوا ماتشات كتير فما تفرقش معاكم، هل ده صحيح؟ مش ما تفرقش معانا، بس بيبقى اللعيب الكبير بيبقى اهدى شويه. اوكي، اللعيب الكبير خالص بيبقى اهدى خالص، واللعيب اللي اول مره بيلعب برضه بيبقى اهدى. اللي اول مره بيلعب واللي عنده خبرات كبيره. اوكي، اللي اول مره لانه مش حاسس، ما يعرفش ما مرش بالتجربه. أوكي. انما اللي مر بالتجربه مره اتنين تلاته ده اللي بيبقى عنده نسبه القلق شويه. اما بتزيد التجارب بيبدا ياخد الخبرات بتاعته بتزيد، و المواقف بتاعته بتبقى متشابهه، فبيبقى تحضيره للمباريات اللي زي كده بقى شبه عادي بالنسبه له، بقت الامور عاديه واعتياديه. اللي بيعمله الحاجات اللي متعود انه يعملها كتير جدا بتبقى مرت عليه، فبيبقى حتى اللعيب الكبير بيبقى متوقع انه هيلعب كويس او لا قبل المباراه. أوكي. قبل ما يدخل المباراه خالص بيبقى عارف من حالته هو هيلعب كويس ولا لا. يعني ايه يا كابتن عارف من حالته؟ معلش، يعني حالته هو فايق، حالته النفسيه كويس، نايم كويس، فورما كويس، شارب كويس، غير نايم كويس، غير نايم كويس كمان، فورما في التمرين كويس. أوكي. الحاله المزاجيه بتاعته كويسه جدا، ما عندوش اي صعوبات مع قبلها في القصه دي، مركز، درجات تركيزه كويسه جدا، الحاله العموميه اللي بتحيط بيه بتبقى ليها متشابهات قبل كده مر بيها. اوكي، فعن طريقها عدت عليه، فعن طريقها بيقدر يقول انا النهارده هبقى كويس او النهارده هبقى مش قد كده. شايف المباراه بتاعت يوم الجمعه ازاي يا كابتن؟ والله انا شايفها في اطار السوبر، مباراه من المباريات او سوبر من المباريات اللي هتتحط في التاريخ، اي تيم هيكسب صحيح هتزود له العدد بتاعه، واتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي في الحاله دي. بالنسبه للنادي الاهلي مباراه هتبقى مؤثره كبيره باكتر شويه عشان الكوتش جديد. نعم. هم نادي الزمالك ما عندوش حته، عنده استقرار فني من السنه اللي فاتت. موجود مستمر. الكوتش الجديد اللي داخل عندنا عارف وقاري الناس كلها، انما لسه مش بدرجه كافيه. نعم. بدليل ان هو الروتيشن اللي بيعمله حتى النهارده مش بالضروره انه بيعمله عشان يريح فلان وفلان وفلان، قد ما هو بيعمله علشان يشوف المستويات بتاعه اللعيبه اللي قدامه عامله ازاي وبتادي ازاي. الحاجه الثانيه، المكسب بتاع المباراه ديت هيفرق كتير جدا في المرحله اللي جايه من الناحيه المعنويه بالنسبه لاي تيم هيكسب المباراه. ولكن في النهايه يا كابتن هي مباراه صعبه، ما نقدرش نقول طبعا صعبه. اهلي زمالك بدون سوبر، بدون مباراه فاصله على الدوري او مباراه حاسمه، هي مباراه صعبه. ليه؟ لان الضغوط عليها كبيره حتى ولو مباراه وديه. يعني حتى كان في وقتنا احنا كان في مباراه في حب مصر اتعملت في وقت من الاوقات عشان سداد ديون مصر، وفي فتره من الفترات اعتقد اوائل التسعينات صحيح. فالمباراه دي حتى نفسها كمان كانت مشحونه، بالرغم من انها كانت
ودية وجماهير الاهلي قاعدين جنب جماهير الزمالك وفن وكل حاجه، انما في نوع من المنافسه الكبيره جوه الملعب. ولكن اذا نظرنا للاهلي او نظرنا حتى للزمالك هتجد ان الاوراق هنا مكشوفه والاوراق هنا مكشوفه. لا خلاص في الكوره ما فيش اوراق متغطيه. اوكي انتهت. امال بتبقى إيه؟ المفاجاه فين يا كابتن؟ المفاجاه تبقى لما يجي الكوتش يشيل لك ورقه من او يلعب لك بورقه من الاوراق المكشوفه اللي انت قاريها دي. يعني مثلا يبدا لك بشكل جديد في اللعب اللي انت اتفرجت عليه بانه عمال بيلعب ب 4-2-3-1. ممكن يجي في الجيم دوت يقول لك انا هلعب بثلاثه. اوكي. او هلعب 4-3-2-1 وات ايفر، لان على 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 ضوء التكتيك اللي حاطه او على ضوء السيستم اللي هيشتغل بيه هتبقى خطته. وهتبدا هنا المفردات بتاعته تبان جوه الملعب. اوكي. هيلعب باثنين سترايكر تحت، لو شادو سترايكر تحت السترايكر الاساسي، ولا هيشتغل باثنين على الاطراف، ولا هيشتغل بالتو باك وينجز، ولا هنا لو عمل لو عمل واحد او اثنين في حط سيرد باك، ممكن يحط مثلا سيرد باك ثالث، بس سيرد باك الثالث ده هيلعبه في نص الملعب مش هيلعبه سيرد باك. وانس ان التيم بيقرا سيرد باك ثالث في السكور شيت قبل ما يدخل الملعب بيقعد يضرب اخماس في اسداس ويضرب. صحيح. يضرب ده هيلعب فين وده هيجي فين وده. النوع ده من انواع التفكير والتشتيت في التفكير ده ممكن يفرق في اول 10 دقائق ربع ساعه، حتى لو خاصه لو طيب ما بانش جوه الملعب. طيب ده مهم جدا. ولكن مدرب زي توني اوليفيرا، اول مدرب برتغالي بيفوز مع النادي الاهلي باول بطوله سوبر محلي. نعم كان الاهلي والزمالك. توني اوليفيرا فعلا كان الاهلي والزمالك 2003-3-1 بركلات ترجيح طبعا 2003. ولكن طيب خلينا نطلع نشوف مسج كده، مفاجأة من مفاجآت البيت الكبير، مسج كده من أو رسالة من توني أوليفيرا أول مدير فني يحصل على السوبر المصري مع النادي الأهلي في 2003، أو أول سوبر محلي مع النادي الأهلي في 2003. نطلع نشوف ماذا قال توني أوليفيرا ونرجع نكمل مرة أخرى مع النجم الكبير كابتن مجدي طلبة. Hello fans of Al Ahly. I never forgot the time that I spent in Egypt as a coach of Al Ahly. It's not a good time for me and for the fans because I spent only 4 months, but I have an honor to be a coach of one of the greatest clubs of the world and the best of Africa. And in the short time that I spent in Al Ahly, me and of course all the players that in a night in July, 28th of July, I think we win the Super Cup, the first Super Cup of Egypt. I never forgot this day. And it's a happy day for me, for the fans, and I know that in the next week you have the final against Zamalek, and I hope that there's a great game between two great clubs, Al Ahly and Zamalek. I never forgot the fans, and forever you are in my heart. توني أوليفيرا يعني من أكبر المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، ويعني اشتغل فيريرا اشتغل لي مساعد لي سنوات طويلة جدا وأوقات طويلة جدا، وحضرتك تقريبا قلت لي برضو أنه هو واحد من أعظم المدربين البرتغاليين. هو في الوقت ده كان أعظم مدرب برتغالي في الوقت ده، في الوقت ده 2003 دي كان هو نمرة واحد في وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا أعتقد مع بنفيكا، مع المدربين في المدربين الرانكينج بتاع المدربين البرتغاليين كان هو نمره واحد، كان هو التوب والله. طبعا. وبعدين يعني بص طريقته ايه، يعني راجل جميل ولذيذ مع انه قعد 4 شهور فقط لا غير، انما فاكر الحميميه اللي اتقابل بيها واللي قعد بيها وطريقه التعامل اللي قعد بيها. صحيح. اللي كان قعد فيه بتفرق كتير جدا جدا مع اي كوتش. ممكن واحد بعد ما مشي من النادي ب4 شهور ينسى كل الفتره اللي كان موجوده مهما حصل يعني. طبعا. انما راجل زي ده اولا بروفيشنال،
ثانيا متواضع جدا، ثالثا عمل ستامب، يعني خد ستامب من السوبر المصري اللي خدها، كان أول سوبر في مصر هو خده، فبقى اسمه مرتبط بالبطولة، اسمه مرتبط بالبطولة. صحيح. فده من الاستامبات، يعني بتيجي تشوف الباسبورت بتاعه الرياضي بعد ما خلص الكارير بتاعه كمدرب، بتلاقي فيه بطولة في بنفيكا مع بنفيكا، بطولة مع النادي الأهلي، بطولة مع نادي سين صاد عين. فده من الاستامبات الكبيرة اللي موجودة والعلامات المضيئة اللي موجودة في الباسبور الرياضي بتاعه. أوكي. انه واخد السوبر، اول سوبر مصري هو حصل عليه. حصل عليه الحقيقه، مدرب محترم جدا وكل الاهلاويه يتذكروه بكل خير. طيب نرجع للمباراه مره اخرى، بما اننا بنتكلم عن المدربين، وجهه نظرك في الفارق الفني ما بين فنيا بقى جوه الملعب ما بين كولر وما بين فيريرا. فيريرا خلاص قلنا ان هو اقدم وبالتالي له اولويه في اري فرقته اكتر كتير. الاثنين عندهم ميزه مهمه جدا. فضل. بيحطوا ثقتهم في لعيبتهم بشكل كبير جدا، وده واضح. يعني انا المباريات اللي شفتها للنادي الاهلي في التمهيد الافريقي اربع مباريات وفي الدوري العام الماتشين في الدوري العام، مدي ثقه كبيره جدا للعيبه. اوكي. دي بتبان لي انا في ايه؟ بتبان لي انا في طريقه الانتشار بتاع اللعب، او طريقه شكل اللعب، الريتم بتاع اللعب. الريتم بتاع اللعب موجود سريع جدا عن لو قارناه بالموسم الماضي. نعم. او بالمدربين اللي كانوا قبليه. لا، الريتم، الايقاع بتاع المباراه اسرع بكتير جدا. وصولك لمنطقه جزاء المنافس اسرع كتير جدا. سرعه استخلاصك للكوره بعد فقدانها بقت بشكل مميز جدا، بقت أوكي. بسرعه بشكل يعني من 3 ل 10 ثواني بيكون واخد الكوره، ده دي نسبه كبيره جدا. حاسس باختلاف، في اختلاف كبير جدا. أوكي. في اخطاء موجوده، في اخطاء موجوده طبعا نتيجه، ده طبيعي جدا. وعايز جمهورنا الاهلي ما يقلقش من القصه دي، من موضوع، لان انا اتفرجت على التحليل بتاع الماتش اللي فات بصراحه. المحللين كانوا كبار وفوق راسي وكانوا مركزين قوي على حته الميس باس اللي كانت موجوده في الماتش. أوكي. انا شايف ان نقطه الميس باس دي عاديه جدا في الفتره اللي موجوده دلوقتي، لانها احنا في فتره التطوير من مرحله لمرحله تانية خالص. أوكي. الريتم اللي كان بيشتغل بيه النادي الاهلي في الفتره اللي قبل كولر غير الريتم اللي بيشتغل بيه النادي الاهلي دلوقتي مع كولر. هياخد وقت عبال ما هياخد وقت عليه. علشان ما هو انت اسلام، وانت عارف لعيب كبير، وانت بتلعب الايقاع بتاع اللعب ممكن يغلطك طبعا، وايقاع اللعب ممكن يخليك تشتغل مظبوط. صحيح. كل ما هتسرع في ايقاع اللعب كل ما الخطا هيبقى اكتر، انما لو استمريت على كده وتعودت على كده خلاص يعني الخطا هيقل. يعني كده افهم من حضرتك ان حضرتك بتقول ان ايقاع اللعب اسرع وبالتالي اخطاء اكتر، ولكن مع التعود بالظبط هتبتدي تاخد، تبقى انت اسرع مثلا فرقه بتلعب في مصر بالظبط، هتشوف الفرص، هتشوف نسب الفرص المهدره اقل. أوكي. هتشوف نسب وصول ال 18 او مناطق الخطر اكتر، هتشوف نسب استحواذ اكتر، هتشوف ميس باس اقل، هتشوف نسبه الميس باس اقل، هتشوف سرعه استخلاص الكوره اكتر. كل الحاجات دي هتبان لك بعد حوالي 6-7 مباريات. 6-7 من 6-7 مباريات. اوكي. ليه؟ لانه موضوع الريتم ده مش حاجه مش سهله. المدربين الكبار دايما يحطوا عينيهم على القصه دي. ومهما كنت انت بتغلط مش مشكله، بس هو عنده ثقه في المجموعه اللي موجوده، والمجموعه اللي موجوده المفروض شخصيتها ما تتهزش بالاخطاء اللي بتحصل. هو الراجل بيعمل ايه برضو يا كابتن؟ دي معلومات يعني انا عارفها، ان هو من بعد مباراه اسوان ابتدى يجتمع يقف، يعني هما ماشيين في التمرين كده يلاقي ماجد، تقول تعالى ماجد ياخده يتمشى بيه يتكلم معاك ده هايل طبعا، وبعدين ياخد اسلام، وبعدين ياخد محمد، وبعدين ياخد علي، وبعدين ياخد بيتعامل. اعتقد دي فيها نفسيا اكتر. اكيد. ولا فنيا؟ اكيد اكيد. بيقول لي اثنين، بيقول لي اثنين. ما هو هي نفسيا ان انت بتتكلم مع صديق. اوكي. وفنيا بتقول له على العيوب اللي انت شايفها وبتعالجها له، اولا بينك وبينه ما بتحرجوش. نمره اثنين بطريقه موده. نمره ثلاثه خلاص الراجل بيبقى مقتنع، ان اللعيب اللي بيبقى موجود معاه مقتنع انه عنده خطا في الحته دي، فيسمع الكلام اللي هو بيقوله له دوت عشان يتطور بيه. زي ما انت كان مانو جوزيه مثلا بيخش الاوضه ممكن يزعق ويشتم ويعمل وزعق،
وانت متضايق جدا من اللي هو بيقوله، انما انت عارف في الاخر ان هو صح. صحيح. لما تيجي تعمله بترجع تقول دلوقتي انا متاثر بيه، وعماد النحاس متاثر بيه، وكل اللي اشتغلوا معاه متاثرين بيه. يعني انا بقالي يومين بحاول ان انا اجيبه معانا، فانا كلمت عماد وكلمت يعني سيد وكلمت، فبنتكلم يعني بنتكلم كل فتره كده، فبقول لهم قالوا لي لا طبعا اثر عليهم في الملعب حتى. ما هو انت في الملعب المدرب يعني اللي انت بتتعامل مع اللاعبين دي اكتر حاجه. بالظبط. المدرب اللي انت بتتاثر بيه، ما هو اللعيب اللي بيبطل بيبقى مدرب، بيبقى خبراته الاساسيه او الرئيسيه من قبل، ما بتبقاش من الدورات والدراسات والحاجات دي كلها، لا خبراته الاساسيه من فترات لعبه، وخاصه مع المدربين اللي تاثروا اللي اتاثر بيهم. يعني احنا جيلنا احنا اتاثر جدا بجوهري، كابتن جوهري الله يرحمه. كلنا متاثرين بيه، كلنا اللي لعبنا معاه، كل اللعيبه اللي لعبت معاه اداريا وفنيا متاثرين بيه. أوكي. لانه كان، خلي بالك في نقطه لازم نعرفها على كابتن جوهري برضه الله يرحمه، كان اداري من الدرجه الاولى. يعني منظم جدا في الترتيبات والتحضيرات. فقصدي اقول انه انت بتتاثر جدا بالمدرب، فهو لما اللعيب يتقبل الكلام بتاع كولر وهو بيكلمه معاه وهو ماشي معاه في الملعب، او حتى ممكن يكون قبل المباريات مجموعات. ده على فكره دي مدرسه الماني بحته من زمان يعني. أوكي. وديدريك فايزا كان بيعملها معانا واحنا في المنتخب، خاصه قبل المباريات كان يجي يجيب جروبات. يعني التيم هنشتغل بثلاثة خمسة اتنين، فعامل جبهات، جبهة يمين وجبهة شمال، جبهة شمال. جبهة اليمين فيها سين وصاد وعين. يعني في مرة من المرات مثلا كان جابنا أنا وأحمد رمزي كنا بنلعب ناحية الشمال، فقال لي الجنب الشمال ده كله مسؤوليتكم أنتوا الاثنين. مين باك ومين مين باك، مين فوق مين تحت، ماليش دعوة ماليش دعوة أنا. المهم عندي إن المكان كله يبقى متغطي متغطي، وما بتبقاش أنتوا الاثنين في حتة واحدة مثلا. يعني ده بديك مثال حضرتك. فكولر ممكن يكون بيتكلم ويتفاهم مع اللعيبه على ضوء هذه المعطيات اللي هو عاوز يشتغل عليها. طيب اهم حد بيملكه نادي الزمالك سيد زيزو، احمد سيد زيزو، امام عاشور في وسط الملعب، سيف الجزيري من الامام، كيف يمكن ايقاف مفاتيح لعب نادي الزمالك؟ انا اعتقد انه الضغط العالي على تيم من نادي الزمالك هيعمل مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك. اوكي. من عندهم من منطقتهم. ليه؟ لانه الحته اللي تحت عندهم ضعف في 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 البيلد اب بتاعهم. اوكي. ده واضح. مع الضغط يعني بيحصل في مشاكل، خاصه انه عندهم نقص في الحته ديت، لانه باصابه الونش نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، ده هيأثر عندهم ان الكرة ما توصلش للعيبة وسط الملعب سهلة. ولو وصلت وسط الملعب لازم الضغط يبقى عندنا الضغط العالي اللي بيتبعه ضغط في وسط الملعب، ضغط شديد. واعتقد ان ده واضح، ده واضح جدا في شغل النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت. يعني الكلام ده موجود، مش موجود. أوكي. موجود. الناس بتزيد، هتزيد مع زي ما قلت لك من مباراه للتانيه تزيد، لان وانس ان الاثنين اللي اتكلمت عليهم الاولانيين عاشور، امام عاشور وزيزو، عندهم لو خدوا حريه حركه عندهم خطوره، عندهم خطوره، هم اللي عملوا خطوره في المباريات السابقه، هم اللي عاملين الخطوره في كل المباريات. صحيح. هم السبب الرئيسي في التطور في التطور الهجومي بتاع لعيب بتاع تيمنا الزمالك. طيب بما اننا بنتكلم عن الاصابات، حضرتك قلت وطبعا ربنا يشفي الجميع، اليو ديانج مع النادي الاهلي والوينش مع نادي الزمالك. بالظبط. اليو ديانج من تاثيرهم طبعا، اليو ديانج من اللعيبه المؤثره جدا في الفتره اللي فاتت، هو لعب الماتشات كلها تقريبا. نعم. فواضح جدا من كولر انه معتمد عليه في نص الملعب كلعيب ديفندر اساسي، ويدور حواليه اي حد جنبه من وقت للتاني، بيعمل عليه حواليه روتيشن. طبعا هو كان فورمه كويسه جدا اليو ديانج، ونتمنى له الشفاء العاجل، انما درجات تاثيره مش هتبقى بالدرجه الكبيره اللي زي ما تبقى عند نادي الزمالك في حته المساك، لان الونش قيمه كبيره بالنسبه لهم في المكان ده. انما اليو ديانج احنا ممكن عمرو السوليه يشتغل، حمدي فتحي يشتغل، لو حتى اكرم توفيق اشتغل في المكان ده، احمد نبيل كوكا، حتى كريم فؤاد يقدر يشتغل فيها كويس جدا. طبعا يشتغل فيها كويس جدا يقدر. فالنادي الاهلي عنده حلول في الحته دي، يعني مفيش مشكله فيه. طيب اذا كان هناك ضغوطات سلبيه على لعيبه النادي الاهلي، كيف يستطيع المدير الفني ان هو يزيل هذه الضغوط؟
الضغوط اللي موجوده على لعيبه النادي الاهلي قبل ما اتكلم على المدير الفني في طريقته في طريقه شغله في ازاله هذه الضغوط على اللعيبه نفسها انها تحاول انها تخرج بره الضغوط دي. اوكي. نمره واحد الموبايلات تبقى مش معانا. صعبه انما لازم ما تبقاش معانا. هتبقى انا بتكلم صح. انا بتكلم في لو انت راجل لعيب راجل بروفيشنال عندك احنا بنتكلمش في فترات طويله احنا بنتكلم في يومين 48 ساعه مش عايزك تتابع السوشيال ميديا خالص. أوكي. خالص وده ده صحي. اوكي. لانه انت عارف اسلام دايما العلاج ساعات بيبقى مر بس بيبقى هو اللي فيه الشفاء زي ما بيقولوا طبعا. ف 48 ساعه بدون سوشيال ميديا انت متخيل تقعد انت طب جرب انت تقعد 48 ساعه من غير موبايل شوف هتبقى مستريح قد ايه. ممكن تبقى لو انت عايز تصفي ذهنك طبعا لو انت عايز تصفي ذهنك لازم تبعد عن الموبايل. اوكي. فانت هنا دلوقتي مش عايز تصفي ذهنك بس لا انت عاوز تخلي ذهنك مشغول باللي انت هتعمله فقط. ما ينفعش فيه اتنين ما ينفعش فيه شريك لان دي مشكله كبيره جدا كان بتقابلنا كمان حتى واحنا بنلعب. ممكن تبقى عندك مشكله في البيت لو قعدت تفكر فيها وانت جوه الملعب خلاص انتهى الموضوع. مشكله صحيح انتهى الموضوع. فمن هنا بقول ان اعتقد ان كولر عامل نقطه مهمه جدا في من فترات الاعداد قريناها وسمعنا عنها ان على الاكل ما فيش موبايل في الـ في الـ في الاجتماعات ما فيش موبايل ممنوع حضور الموبايل او الموبايلات كلها ده كله بيعوده او بيمهد له لماتش زي ده. اوكي. انك قبل الماتش ب 48 ساعه ما فيش سوشيال ميديا ما فيش موبايل. انسى الموبايل. هنعيش كويس ما فيش مشكله خالص طبعا. ممكن تستبدله عشان تكلم اسرتك او تطمن عليهم بالتليفونات اللي في الاوتيل. تليفونات الاوتيل عادي عاديه جدا يعني. اوكي. و 48 ساعه وبعد ما تخلص مهمتك وان شاء الله ترجع بقى بالسوبر صحيح اتفرج بقى على السوشيال ميديا حتى في الوقت ده ما تتفرج على السوشيال ميديا لا انت لازم تتفرج على السوشيال ميديا صحيح دلوقتي انا عايزك يعني بالظبط كده ان شاء الله لو ربنا كرمنا هنبقى مبسوطين ان شاء الله باذن الله صحيح فهو ده اللي لكن بيخرج نفسه دور المدير الفني في ازاله هذه الضغوط هو ما كانش موجود السنه اللي فاتت يا كابتن يعني احنا الضغوط اللي علينا ان احنا خسرنا دوري خسرنا كاس اخر بطوله مع نادي اخر مباراه مع نادي الزمالك كانت في بطوله الكاس وخسرناها وبالتالي دي ضغوط هو ممكن ما يحسش بيها قوي لكن طبعا مليون في اللعيبه حاسه بيها مليون في المئه متقلاله كمان هو يقدر يعمل ايه في ظل ان هم ما كانش موجود حتى انا اعتقد ان هو هيكلمهم على ان هذه المباراه ما تلعبش مباراه على انها مباراه كؤوس. اوكي. انت هتلعب مباراه عشان تستمتع وتنفذ فيها اللي انت اشتغلته واللي انت بتعرف تأديه لغايه دلوقتي. بس صحيح. لان هو ده في الاخر لو انت ركزت عليه واديته بشكل المطلوب منه هو ده او عن طريق ده المفاتيح اللي هتخليك تأدي بشكل جيد واللي هتخليك تكسب المباراه. ان شاء الله باذن الله. فدي مهمه جدا ان انت ما تفكرش غير ان انت تنفذ اللي انت خدته الفتره اللي فاتت دي. أوكي. اللي انت اتمرنت عليه الفتره اللي فاتت دي الكلام اللي اتقال لك الفتره اللي فاتت دي فكر في ان انت تنفذه فقط لا غير ما تفكرش في اي حاجه تانية لانه اي حاجه تانية هتعمل لود على الاوفر لود على الـ على الـ على اللعيبه وانت عارف ان في الماتشات اللي زي كده بالذات ما عندكش ادوات تبقى موتيفي عشان تعمل موتيفيشن للعيبه لان كل واحد عنده الماتش ده لوحده بيفكر فيه صحيح لوحده صحيح. يعني ده بياخده كده ككتله باكج يعني الدوري كله كوم واهلي وزمالك كوم مظبوط فهو ببطوله بقى بالظبط فهو مش محتاج ان انت بالعكس انت هتزيل من عليه الضغوط ديت ان انت هتشتغل جيم عادي اللي انت عمال تتمرن عليه بقالك دلوقتي شهر ونص صحيح يعني خلي بالك انه كولر بيشتغل من داي 1 عشان عارف ان يوم الجمعه اللي جايه ده في سؤال لا يعني مش في دماغي بس طبعا يقول زي ما هو يقول يقول زي ما هو يقول انا كده بتطالبني من الماتش اللي فات يعني يقول زي ما هو يقول. أوكي. انا بكلمك دلوقتي از كوتش. اوكي. لان انت لما بتيجي تعمل البلان بتاعك ايوه كمدرب في البري سيزون بتحط الاحمال بتاعتك والشغل بتاعك كله بناء على الفترات الاولى في الدوري بتاعك في المسابقه صحيح
عشان توصل للماتش نمرة خمسة في الموسم اللي هو أهلي وزمالك، هيبقى فيه نسب جري كبيرة وهيبقى متطلباته أعلى وجماهيريته أكتر، فأنت لازم درجات الجهوزية بتاعتك تبقى مختلفة عن ما كنت هتلاعب مثلا غزل المحلة أو كنت هتلاعب فاركو، مع الاحترام الكامل لكل الفرق، انما اقصد من الناحيه الفنيه حضرتك بتتكلم عن الناحيه الفنيه والشعبيه الجماهيريه بتاعت المباراه. الجماهيريه صحيح. طيب مدى جاهزيه لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك في ظل ده؟ نادي الزمالك لعب 6 مباريات، 4 في افريقيا و2 في الدوري، 4 عشان لعب يعني من دور ال 64، النادي الاهلي لعب 4 مباريات، 2 في دور ال 32 و2 في الدوري. نعتقد الاثنين جاهزين، مش بدنيا وفنيا، مش هنقول فورمه وداخلين فورمه، لا، انما جاهزين للماتش. اوكي، جاهزين للمباراه، انهم يقدموا مباراه بدنيا مش اقل من 80%، كويس، مش اقل من 70 80%، طبعا حاجه كويسه جدا. الجمهور اللي هيبقى موجود يا اسلام، انت عارف كويس جدا ان بتبقى انت مش في المود خالص، واول ما تنزل ملعب وتشوف الجمهور ده شعر راسك يقف وشعر جسمك يقف، صحيح، وتبدا اللي تايه يفوق واللي دايخ يتنبه. صاحب الشخصيه القويه اللي يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده، لكن صاحب الشخصيه الضعيفه انا بكلمك عن نفسي بيروح فبتبص تلاقي الجمهور يدخلك جوه الجيم تاني، يدخلك ويخليك وينشطك ويبقى يخليك اكتف طول المباراه، فده مهم جدا. الجمهور هيساعد على اداء مباراه كويسه، يعني هيخلي نسب الجري كويسه، صحيح، الجو خلي بالك حلو، والجو كمان دلوقتي احنا بنتكلم في داخلين على بدايه الشتاء 25 24، فدرجات الحراره هتبقى كويسه، لو رطوبه قليله كمان هتبقى الدنيا لطيفه جدا، تبقى لطيفه قوي قوي يعني. نسب الجري هتعلى، وطالما نسب الجري عليت الفنيات هتزيد. طيب عداله تحكيميه من خلال تواجد ان شاء الله، يعني ده اللي احنا سمعناه، حكام من النخبه في اوروبا، وعداله جماهيريه في توزيع الجماهير العادل ما بين 12000 ونص متفرج، 12500 متفرج للنادي الاهلي و12500 متفرج لنادي الزمالك، وبالتالي ننتظر مباراه فنيا، من وجهه نظرك ايه؟ انا شايف ان هي هتبقى كده تمام، لا معرفش بقى وجهه نظرك بالنسبه لناحيه التوزيع والعداله. انا عندي ثقه في المنظمين للمباراه، لانها مش اول مره، ودي كانت المباريات السابقه في السوبر، المباريات اللي فاتت كان التنظيم عالي جدا والتصوير جاي ممتاز، وكانت بتبقى ايام جميله جدا. من الناحيه الفنيه زي ما بقول لك يا اسلام، ان انا بعتقد ان المباراه فنيا يعني هتسابق الفتره اللي هم موجودين فيها. اعتقد ان المستوى الفني هيبقى حتى وان كان التيم بتاع نادي الزمالك ممكن يشتغل ببعض التحفظات شويه، الا اني انا بتوقع ان الجمهور مش هيخلي هيسخن الماتش، هيسخن الماتش وهيبعد التحفظ ده بشكل سريع. يعني هو نادي الزمالك دايما طريقه لعبه او بيعتمد بشكل مباشر دائما في مباريات الاهلي منذ ان تواجد جوزوالدو فيريرا على القفل بشكل الزون. جيد الزون بشكل جيد، ثم الهجمات المرتده المرتده. الكلام ده ما كانش فيه جمهور كتير، ماشي، انما مع وجود الجمهور الكتير انا من تجاربي، من التجربه بتاعتي، الجمهور بيخلي اللعيبه يجري اكتر، يخليه لا كمان بيشد اللعيب، يخليه عاوز يعمل حاجه، يبقى اللعيب عايز يعمل حاجه تعجب الجمهور. اوكي، فممكن يعني الحاجه اللي عايزه تعجب الجمهور دي ما تبقاش هتعجب الكوتش، صحيح، مع ممكن يخرجوا عن اطار التكتيك اللي هو التحفظ اللي هو عايز يعمل بيه، لا عايز ياخد الكوره ويروح بيها، هو عاوز يعمل لمحه فنيه من اللمحات الفنيه. فاعتقد مره في الثانيه، انا بعتقد ان الجمهور وجوده عامل اساسي في تسخين المباراه. انت وجهه نظرك كابتن الماتش ده هتشوفه حلو ولا مش؟ انا شايفه كويس، شايفه كويس، انا شايف المباراه هتبقى جيده جدا، انا شايفها الفنيه والبدنيه 70 80 ده كويس جدا، لان احنا بنتكلم اصل ده لعب 4 مباريات غير المباريات الوديه، 7 والتاني لعب 3 يعني ودي و4 رسمي، والتاني لعب 6 مباريات غير المباريات الوديه، صحيح، فانت بتتكلم على عدد من المباريات اللي تسمح له انه يقدر يقدم مباراه كبيره زي دي، خاصه في البدايه، فهيبقى الكاباسيتي بتاعته عاليه، ما عندوش ارهاق، اوكي، وعنده النفس بتاعه حاضر، زائد زي ما قلت لك الحوافز موجوده، اوكي، الحوافز عند النادي الاهلي
اني عاوز اعوض الخساره بتاعتي بتاعت المره اللي فاتت. وفي نفس الوقت استمتع بالمباراه وعارف اني بعد المباراه ديت اللي هيقابلني هنا ايه؟ الناتج اللي هيقابلني هنا او الجائزه اللي هتقابلني هنا ايه؟ حب الجمهور ورضا الجمهور وبساطه الجمهور النادي الاهلي ده مفيش بعده جائزه يعني. طيب برضو دور حراس المرمى كابتن محمد الشناوي ومحمد عواد. طبعا مهم جدا. دور حراس المرمى في جميع المباريات مهم. انما في المباريات اللي هي بتبقى ذات نتيجه واحده بيبقى اهم. ليه؟ لانه وارد جدا ان المباراه تنتهي بدرجات بضربات الترجيح. اوكي. وارد جدا طبعًا. تنتهي بضربات الترجيح. طبعا. فهنا لو انتهت بضربات الترجيح هيبقى عامل حارس المرمى هو العامل الاكبر في تحديد النتيجه. ليه؟ لان هو الوحيد اللي هيشتغل خمس ضربات جزاء او اكتر. اللعيب بيلعب بضربه جزاء واحده وشكرا، ولو جاله الدور تاني ده يعني لو حصلت نادره من النوادر هي هيشوطها مره ثانيه، انما هو بيشوط مره واحده في المباراه. انما الحارس بيتصدى للخمس مباريات الخمس ضربات جزاء، فبيبقى العبء عليه اكتر. الخبرات بتاعت الاثنين موجوده. اوكي. خبره الشناوي وفورمه الشناوي اللي بادئ بيها السيزون جيده جدا. اوكي. راحه فرقت برضه. تدي طبعا تدي ثقه للتيم وتدي ثقه للجمهور. عكس عواد. عواد ما بداش زي ما انتهى. لا عواد قلل عن ما انتهى. عواد مش بادئ زي ما انتهى السيزون اللي فات. والشناوي مش بادئ زي ما انتهى بس بالايجابي. اوكي. فهنا الثقه بتاعت تيم محمد الشناوي اللي مديها للتيم بتاعه ومديها للجمهور بتاعه اكتر. اوكي. ودي تفرق كتير جدا في مع الفرقه. المباراه دي هتخلص في الملعب يعني في الملعب هتخلص يعني في وقتها الاصلي ولا ضربات جزاء؟ انا اعتقد انها ممكن تخلص بعد وقت اضافي. في الوقت الاضافي. اعتقد انها تخلص وقت اضافي ما توصلش لضربات الجزاء، اعتقد كده يعني. لعيبه النادي الاهلي من اللي انا حاسه ومن اللي انا اعرفه ومن اللي احنا اشتغلناه في فترات في نادي الزمالك في النادي الاهلي والفترات الماتشات اللي عملناها قدام نادي الزمالك، ما ينفعش ان انت تبقى تخسر ماتش وتقابل الماتش الثاني بسهوله. لا انت عارف كويس بيحصل بيبقى عامل ازاي والدنيا بتبقى عامله ازاي. التيم كله بيبقى متحفز وجاهز وعنده استعداد قوي جدا وعامل استعداد قوي جدا علشان يعوض اللي فاته. الخساره بتفرق ان انا لو لا قدر الله خسرت في المباراه او خسرت ضربات جزاء ولا لا؟ لو خسرت ضربات جزاء بتبقى في نوع من انواع مش هقول لك الرضا انما نوع من انواع القبول النفسي ان انا عملت اللي عليا او قدرت حاولت ان انا اعمل اللي عليا. وضربات الجزاء غالب يعني مش دايما الاحسن هو اللي بيكسبها يعني. صحيح. انما لو خسرت المباراه جوه الجيم درجات الندم بتبقى اكتر كتير. لانه هنا هيجي تانيب الضمير وتانيب النفس ان انا قصرت في الكره الفلانيه في الفرصه الفلانيه لو واحد مش موفق خالص بتبقى الدنيا صعبه معاه جدا. ان لا طب بيفرق جدا ان انت ان المباراه تنتهي في وقتها الاصلي عن ما تنتهي في ضربات ترجيح. طيب الاختلافات الفنيه ما بين نادي الزمالك في مباراه نهائي الكاس والنهارده او يوم الجمعه انا اسف نهائي الكاس اللي فات اللي كسب فيها الاهلي. لا في اختلافات كتيره جدا. اولا في كوتش جديد دي نمره واحد للاهلي. اوكي. نمرة اثنين الكوتش الجديد شغال بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب اللي اشتغل بيه النادي الأهلي في ماتش الكاس. الناحية الاختلاف الثالث ان انت ممكن يبقى في عندك لعيبة جديدة ما اشتغلتش ماتش الكاس ممكن يلعبوا أول مرة أهلي وزمالك. انما انا شايف ان اللعيبة الجديدة عندها ثقة في يعني شادي. انا شايف ان شادي لعيب اهم ما يميزه ثقته في نفسه. ثقته في نفسه عنده بيلعب باله كتير. بالظبط كده. تحس ان هو معانا. ايوه لعيب عنده شخصيه. اوكي. اللعيب اللي عنده شخصيه ده هو ده اللي يليق على 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 تيشيرت النادي الاهلي ويقدر يشتغل بيه بدون
بدون قلق وبدون الزمالك بقى الفرق. الزمالك انا شايفه زي ما هو، ما عندوش لا اهم يعني انا بقول ليه زي ما هو يعني. لان طريقه اللعب هي هي، بيشتغل بطريقه اللعب هي هي، بيشتغل بنفس الافكار هي هي. أوكي. مش طريقه اللعب بس، نفس الافكار كمان هي هي. فما فيش عنده اي يعني بيشتغل 60 دقيقه 70 دقيقه وبعدين ينزل شيكابالا في 20 في اخر 20 دقيقه او سين صاد تاني، بيشتغل 3 5 2 بيعمل الزون مع الفرق الكبيره وبيشتغل سبيس مع الاتيام الاقل. فالدنيا عنده زي ما هي، ما فيش مشكله خالص، ما فيش تغيير فني، ما فيش تغيير. ما اعتقدش ان اللاعبين مش هيفرق كتير، مش هتفرق غير 10 ولا 11 ولا لعبين. تفرق حاجه لانه أوكي. هو الاستراتيجي بتاعته واحده، المدير الفني واحد، وبالتالي لم يغير مش هتحصل عنده اي تغيرات بتاعته. خالص انما هو بالعكس، هو العكس بالعكس بقى، ان هو اللي ممكن يقول ان كولر هل هيغير من طريقته في الماتش ده ولا لا. يعني هو السؤال هنا، هل كولر هو اللي هيغير من الاسلوب بتاعه اللي بدا بيه البطوله او اللي بدا بيه قصدي السيزون عن مباراه الزمالك؟ انا اعتقد شخصيا انا ما بعتقدش ده. يعني هيفضل يلعب بنفس، هيفضل يشتغل بنفس السيستم بنفس الاداء بنفس الاستراتيجي، لانه عاوز يوصل لفورمه بالشكل ده، وعاوز يفرض اسلوب. دي النقطه اللي عجباني جدا، انه عايز يفرض اسلوب وشخصيه على كل المنافسين كبير وصغير. تمام، كيف يمكن تقسيم هذه المباراه 3-3؟ احنا عارفينها 3-3، كيف يمكن التقسيم؟ انت كمدير فني الاهلي زمالك، يعني انا مش هقول لك 3-3 زي ما حضرتك عايز. انا هقول ان كولر زي ما بقول لك بيبدا كده الجيم بتاعه بيلعب الضغط العالي، وبعدين بيشتغل سبيس على طول، او ما بتخلص الكوره بيعمل البريس والكاونتر بريس، بريسنج وكاونتر بريسنج اللي بيعمله ده هيتنو موجود بيه على الاقل اول نص ساعه. على الاقل اول نص ساعه مش هيغير في حاجه، لا مش هيغير في حاجه. حتى لو جاب جول انا بتوقع انه مش هيغير من طريقته من اسلوبه، هيتنو شغال كده بنفس السيستم. وده اللي انا شايفه، وده اللي انا بقول لك ده عاجبني، ده اللي عاجبني جدا في كولر ككوتش، علشان اسم نادي او حاجه، لكن هو بيحاول يفرض اداؤه او طريقه لعبه على كل الانديه. بالظبط كده. أوكي. هو ده، وده صح، وده صح جدا. أوكي. بالنسبه للنادي الاهلي. ليه النادي الاهلي؟ لان انت وانس ان انت شغال بالاسلوب ده ووصلت للفورمه بتاعتك، صعب جدا ان حد يقف قدامك او حد يعطل الاستراتيجي بتاعتك او الريتم بتاعك. بيبقى صعب جدا. لو فكرنا وجدنا شفنا ليفربول 3 سنين اللي فاتوا، صعب جدا حد يوقع الريتم بتاعه. صعب. صحيح. مش فين وفين كمان. لو حد عنده، لو هو نفسه اللي عنده ديفوهات في جوه التيم، ساعتها بيتاثر. انما مفيش تيم كان بيقدر ياثر عليه بشكل ايجابي في الفرق كلها بما فيهم مان سيتي. يعني اذا ان انا وده جاي عن طريق ايه؟ عن طريق فرض الاسلوب والاستراتيجي بتاعتي والاصرار على ادائها وشغلها باستمرار. وصلت للتوب فورم، شكرا. ده اللي انا يعني ده اللي انا شايفه، وده اللي انا شايف، وده اللي اريه انا مع كولر. مين من المتوقع من وجهه نظرك الخط اللي يبقى يعني يحسم اللقاء من وجهه نظرك؟ يعني مين اللي لو كان فيه افضل يبقى هو اللي هيكسب؟ خط الظهر طبعا. الظهر طبعا. خط الظهر اكيد بحارس المرمى هو اللي عنده الحسم. لان مش ممكن، لان وانت بتعمل ليه انا بقول كده؟ لان وانت بتعمل الهاي بريسنج ده او من الضغط العالي، ما تنساش ان وانس ان ممكن واحد يتلخبط، واحد يتعصر، يحصل اي مشكله، الكاونتر اتاكس بتاعتك لازم الديفنس بتاعك يبقى يقظ جدا جدا جدا. صح. ومتحضر ليها. صحيح. لو انت متحضر بالكلام ده كويس، انت بتدي ثقه للناس اللي قدامك انها تكمل في الشغل بتاعها. انما لو مش متحضر لده كويس، بيبقى اندايركت. بيبقى اندايركت الناس اللي قدامك الأنين ان هم يكملوا الشغل. صح صح. فدي مهمه جدا، الخط الظهري بتاعك يكون في الفول التركيز بتاعه. دايما كانت في الباك والهاف. لو الهاف اللي قدامك او الجناح اللي قدامك دلوقتي
بيروح وشايف ان الباك اللي وراه واقف وقادر يقف على رجله وبتاع بيروح ويعمل بالظبط. لكن لو كده تلاقيه ايه بالظبط نص خطوه قدامه نص خطوه وساعات ورا. وساعات وانت بتلعب قدام وانا باجي العب قدام راجل وراي يقول لي مالكش دعوه بالحته اللي ورا خليك انت خليك قدام, انت قدام. مش عايز اشوفك ورا هنا خالص. انت عارف يا كابتن انا مثلا دي بتديك ثقه كبيره جدا. انا كنت بلعب باك رايت, فالباك رايت فانت دايما الكره لو جايه من ناحيه الشمال وحد بيعمل عليك اوفر الفريق المنافس الكره وهي بتترفع في العالي يعني اوفر, وعصام كان عصام الجون عصام الحضري يجي يطلع يمسك الكره. انا قبل ما الكره وهي في الهواء انا كنت بلف اجري ايوه من الثقه اللي حضرتك بتقول عليها دي اللي هو انا عارف ان الكره في اي حته في ال18 هيطلع عصام يمسكها ويلعب يعني دي طريقه لعب بالظبط اللي هو اللي حضرتك بتتكلم فيه. الكره جايه من هنا هتمشي الناحيه ده بيفرق كتير جدا بقى في ايه ان انت لما بتاخد الكيرف بتاعك وبتجري بتكون سبقت الراجل اللي المنافس بتاعك, فبتبقى فري تاخد الكوره تبدا اشتغل مره مره انت مره غيرك مره الثالث مره الرابع تركب المباراه صحيح. فهو هنا من هنا بتيجي القصه دي. فاللاين ديفنس مع حارس المرمى اكيد هم مفتاح الفوز. الاطراف سواء هنا او هنا الاطراف يعني الاطراف في النادي الاهلي عندنا احنا عندنا سافيو بيشتغل تحت الشادو سترايكر واحيانا بيشتغل على الطرف الشمال. في طاهر في محمد طاهر عندنا وحسين الشحات صحيح. واحمد عبد القادر وبيرسي تاو وبيرسي تاو ده بدا يدخل صحيح. انا عجبني جدا انه خمس دقائق 10 دقائق خمس دقائق انه بدا يدخل صحيح. بيرسي تاو عنده كوره كويسه اوكي عنده كوره كويسه. هو مشكلته كلها في تكرار الاصابات بتاعته صحيح. دي مشكله كبيره جدا. انما وانس وجوده في الملعب لا عنده رؤيه جيده جدا اوكي وعنده تنفيذ لرؤيته كويسه يعني ممكن تبقى عندك رؤيه بس درجات تنفيذك للرؤيه اللي عندك دي ضعيفه مش 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 واصله. لا هو قادر أوكي. بيوصل كويس رؤيته فهيبقى نقطه ايجابيه نقطه قوه في التيم. الطرفين عندنا عبد القادر وطاهر الاثنين في تنوع في الشغل. طاهر عنده الدريبلينج بتاعه هو متميز فيه اكتر من طاهر وطاهر عنده السرعه بالكروس باس بتاعته افضل شويه من عبد القادر. عايز الاثنين يبقوا انا نفسي ان الاثنين بس انت بكره ما تضمنش مين اللي يلعب ما انت مش عارف. انت ممكن تلاقيه بيفاجئك ببيرسي تا ممكن تلاقيه بيفاجئك بسافيو ممكن تلاقيه بيفاجئك بمجدي قفشه في وسط الملعب ما هو ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت لعبه الماتش اللي فات. انا بتكلم على الفتره انا بتكلم على المباريات اللي فاتت اوكي. انا اعتقد انه واحد زي عبد القادر ممكن ما يغيروش لانه معتمد عليه الخمس مباريات أوكي. اللي فاتوا او الاربع مباريات اللي فاتوا كان بيلعبه عشان يلعب حد مفاجاه وارد بس هيلعبوا مفاجاه من غير ما يلعب اي مباراه من المباريات اللي فاتت وارد. كان مانويل هو اللي عودني على دي بجد والله كان تلاقيه مطلع لعيب بره ال 18 ماتشين ويجي ماتش زمالك يقول لي هتلعب باك رايت. انت مجنون يا عم انت بتطلعني بره ماتشين وتيجي تقول لي تلعب ماتش. قال لي ما هو انا مطلعك بره عشان تلعب ماتش زمالك تلعب ماتش زمالك تبقى احسن واحد. وارد 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 جدا ان هو عايز يعمل عنصر مفاجاه ولا حاجه من دي وارد. انما الاوروبيين الغربيين ما يعني السويسريين الهولنديين الالمان ما يفكروش في الحته عندهم واحد واحد اثنين ما عندهمش اللقم بتاع البرتغاليين واللي عندنا والحاجات دي ما عندهمش. هم بيبقى حتى التغييرات بتاعته بتبقى يعني مثلا لو شفنا مثلا علاء عبد العالي امبارح في ماتش طلاع الجيش بعد ما جاب الجول الثاني وكسب راح مطلع واحد من نص الملعب وراح نازل مساك وراح راح شغال ب 3 5 2 واخد بالك انت. فراح مغير طريقه اللعب كلها دي ممكن تبقى موجوده عند حد فينا. الاوروبيين ما يعملش كده لا يكمل عادي لا كمل عادي زي ما هو هيخرج واحد نص ملعب ينزل واحد نص ملعب هيخرج ديفنس ينزل ديفنس هيخرج واحد من المهاجمين. فقصدي اقول لك الاوروبيين ما عندهمش اللقمه بتاعنا ده ما يعملوش القفله وركب القطر. طب اخيرا يا كابتن مجدي يعني اذا كان عندك رساله لجمهور النادي الاهلي 12500 مشجع هيكونوا متواجدين وكل التذاكر اعلنت الاداره المنظمه عن ان كل التذاكر تم بيعها فبالنسبه للاهلي واعتقد كمان الزمالك وبالتالي 12500 متفرج هيبقوا متواجدين في ارض الملعب. عندك اللاعبين ال11 اللي هيبداوا والسبعه اللي قاعدين احتياطي عندك الجهاز الفني لو عايز تقول اي حاجه ليهم. انا الجمهور بتاعنا طبعا
مش يعني ما اقدرش اقول ان هم اقول لهم رساله غير انا عايز اشكرهم مقدما، لان انا عارف جمهور النادي الاهلي بيعمل ايه. عايز اشكرهم مقدما على الاستقبال اللي استقبلوه للتيم والمسانده اللي مساندينها للتيم هناك والبعثه كلها. وفي المباراه انا متاكد تماما ان هم مش هيأثروا في اي ثانيه من قبل المباراه لغايه اخر لغايه بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. فانا عارف كويس جمهور النادي الاهلي خاصه في الخليج والامارات بيعمل ايه. التيم بتاعنا رسالتي ليهم ان زي ما انا قلت لك دلوقتي، انا بتوقع ان الخواجه يكلمهم في ان يشتغل باريحيه شديده جدا. اشتغل نفذ اللي انت اشتغلت عليه، حاول تنفذ تخرج اكتر مخرج من عندك واكتر مخزون انت حوشته في الفتره اللي فاتت دي من فتره الشغل اللي فاتت دي تخرجه في الماتش دوت. ارضي بيه نفسك وارضي بيه كل التيم اللي معاك اللي حواليك، التيم ميتس اللي حواليك كلهم، خليكوا اخرجوا من الملعب راضيين فقط لا غير. ودي هتبقى مهمه جدا، لو خرجت من الملعب وانت راضي النتيجه بتبقى ايجابيه غالبا. يعني الجهاز الفني والجهاز الاداري عاملين مستوى او عاملين جهد، بازلين جهد متميز جدا الفتره اللي فاتت، وشفنا الشغل اللي موجود في الاربع مباريات اللي فاتت دول. انا شخصيا متفائل خير جدا الموسم ده مع الراجل دوت، ومتفائل خير جدا بالنسبه لبعض اللعيبه اللي هتكون زي ما كانت ان شاء الله باذن الموسم اللي فاتت ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. دايما بستمتع بحضرتك معانا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد، احمد ثابت، ايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. هنشوف برضو جمهور النادي الاهلي ماذا قال في الامارات، تقرير برضو من الامارات ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد، احمد ثابت، ايضا ايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. ورجع علينا احمد ثابت. الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ ايمن اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ عيد ميلادك النهارده، كل سنه وانت طيب. فمش هتكلم خالص، مش عايز حد فينا يتكلم. مستر اسيستنت كريم لو سمحت نديله اجازه. طيب عشان احنا كده، عشان كده نسيبه يفرح عندنا سوبر، عايزين نحتفل يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. جلبرتو ابدا بيك، لانه بعد ما مانويل جوزيه، انا عارف ان انت من الناس القريبين من مانويل، بعد ما قفل هو رجل لطيف كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. يعني انا شايف الناس على السوشيال ميديا مبسوطه جدا بوجوده، يمكن يكون اتكلم في حاجات عامه وما بيتفرجش على الماتشات، ولكن مجرد وجوده اعتقد بيبقى شيء لطيف. اه لا طبعا، مستر مانويل جوزيه من العلامات في تاريخ النادي الاهلي، مدرب اسطوري كلنا اتعلقنا بيه، الجيل بتاعنا وكل الاجيال اتعلقت بيه، مش بس عشان هو بيكسب بطولات كان مع النادي الاهلي، لان اغلب المدربين ان ما كانش كلهم بيكسبوا بطولات مع النادي الاهلي، لكن كمان عشان هو شخصيته وتطبع معانا وتحسه كده بقى واحد مننا. فطبعا لا، مانويل جوزيه حاجه من الحاجات الجميله جدا، وعلى المستوى الشخصي يعني انا اتعلمت منه كتير، لان انا طبعا يعني كنت قريب منه لسنوات، حتى كانت سنوات لو بعيد عن النادي الاهلي لما كان بيجي مصر زيارات. هو بيحب النادي الاهلي، بيحب جمهور النادي الاهلي، ودايما كان يقول انا بحس يعني انا في بلدي ما شفتش نفس الحفاوه اللي بشوفها كل مره باجي فيها مصر، وان الناس بتعاملني ان انا واحد منهم، وانا بحس دايما ان انا منتمي للنادي ده. هو مش طبعا ما بيتابعش كل الماتشات هناك، التلفزيون ما بيجيبش، لا هو قايل ان هو ما بيتفرجش، بس يعني بيقرا اللي بيحصل. حتى بعد المكالمه يعني بعد المداخله لما اتكلمت معاه كان مبسوط، يعني ان هو عمل مداخله في قناه الاهلي معاك كابتن اسلام، تمنى للناس التوفيق، تمنى للنادي الاهلي التوفيق. فيعني دايما كده بنسعد، يا ريت قناه الاهلي كل فتره نجيب طبعا طبعا. هو بالنسبه لنا كلنا احنا كمان ك يعني انا حاضر فرحي مستر مانويل جوزيه يعني فعلا. ده ما حضرش فرحي وما لحقش صحيح، كان موجود هنا بالصدفه اجازه وقت فرحي، وقلت له والراجل فجي حضر فرحي. راجل جميل جدا وبيحب وعندي كل الاهلاويه، في البيت كده ذكرى كده طيبه، هديه جايبها لي كده حاططها في البيت. خلي بالك دي لازم تحطها، تكتبها في الوصيه، تكتبها في الوصيه اللي بعدك، مش اي حد يطرف اللي يجيب له. طيب خليني ابدا بيك بقى يا ابو حميد على، وانت كل سنه طيب طبعا. انت طيب كم سنه؟ مالك ما ترفع لنا حضرتك ليه يا عم؟ كم سنه حضرتك؟ 32.
32 لسه بدري. لسه ما شافش حاجه ده يا عم كريم. لسه بدري. ربنا معاك. ربنا معاك. اولا خليني ابدا معاك، يعني طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا السوبر يا اهلي، هاشتاج السوبر يا اهلي، هو ابعتوا لنا كل اللي حضراتكم عايزين تبعتوا عليه علشان ناخد الاسئله بتاعت حضراتكم ونسال فيها ضيوفنا في هذه الحلقه. خليني اعرف رايكم كل واحد فيكم بقى في المباراه بشكل عام. بالتاكيد بطوله مهمه جدا، بدايه موسم، بتبدا الموسم ببطوله، يعني بالتاكيد احنا الضغط النفسي علينا اكتر، احنا اللي فقدنا الدوري السنه اللي فاتت وفقدنا الكاس، فمحتاجين ان احنا نعوض الخساره دي ببطوله. ان شاء الله تكون بدايه كويسه، مع برضه لسه في تغيير مدرب، ومارسيل كولر محتاج برضه ياخد بطوله عشان ياخد الثقه والجماهير كمان تثق فيه اكتر، وهو كمان يثق، يعني الموضوع كمان يمشي. فلكن احنا ان شاء الله، يعني احنا تاريخ البطولات، السجل البطولات في السوبر احنا الافضل، احنا اللي عندنا خبره اكتر، دايما بنراهن في الماتشات ديت على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه، وكمان وجود النهارده الكابتن محمود الخطيب والاداره، مجلس الاداره تقريبا بالكامل موجود في البعثه، الناس كلها بتدعم، ووجود طبعا جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يعني النادي الاهلي طبعا صاحب 11 بطوله كابتن اسلام في السوبر المصري مقابل 4 لنادي الزمالك، يمكن التاريخ المواجهات ما بينه وما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في السوبر، النادي الاهلي بيتفوق، دي حاجه بتدعونا شويه ان شاء الله ان احنا عندنا خبره اكتر، او عندنا يعني نوع من الحافز المعنوي شويه. طبعا تاريخيا ورقميا كل المباريات دي، ما يعني دايما بنقول ان مباريات القمه ما بتعترفش بالارقام، ما بتعترفش باي حاجه غير حاله اللاعب يوم المباراه، حاله المدرب ممكن يكون موفق في تغييره، حاله اللاعب موفق مثلا طول الماتش ولا لا. لكن انت في السبع مواجهات اللي قابلت فيهم الزمالك في السوبر، كسبت من السبع ماتشات 5 بطولات، والزمالك كسب مرتين قدام النادي الاهلي في السوبر، بس المرتين بركلات الترجيح، يعني نادي الزمالك ما قدرش يكسب نادي الزمالك في السوبر في المباراه. نادي الزمالك ما قدرش يكسب النادي الاهلي في السوبر. نادي الزمالك ما قدرش يكسب النادي الاهلي في السوبر في المباراه من خلال المباراه، لكن كسب بركلات الترجيح. طيب كريم برضو اعرف رايك. طبعا مباراه مهمه جدا، وعايز اقول اكيد كل الضغط على النادي الاهلي بشكل كبير، لان الفتره الاخيره نادي الزمالك متفوق داخل الملعب، متفوق كمان نفسيا في اكثر من مواجهه، وكمان الفريق عنده استقرار اكثر من، يعني بقاله فتره مع جهاز فني، فريرا اوريدي يعني ما بنحسبوش مدير فني جديد، لانه اوريدي كمان دي يعني الولايه الثانيه له، فبالتالي النادي الاهلي هو اللي عنده الضغوطات بشكل اكبر من نادي الزمالك. مارسيل كولر اكيد طبعا يعني بيفاجئ، ان هو راجل له تصريح بيقول انا من ساعه ما جيت مصر الناس كلها بتكلمني على ماتش الزمالك. صحيح. يعني هو شاف ان الكلام كله على المباريات حاجه، ومباراه نادي الزمالك بالنسبه حاجه تانية خالص. صحيح. بالتالي هو فاهم يعني ايه مباراه ديربي. المباراه بتيجي في بدايه موسم طبعا، لحد ما الاجنده بتاعتنا في السنوات الاخيره مبهدله شويه، ولكن اكيد الفريق اللي هينزل يوم الجمعه مختلف للنادي الاهلي، مختلف تماما في كل النواحي عن الفريق اللي لعب مباراه فاينل الكاس، من حاجات كتيره جدا، من حيث الصف الاول بدنيا مختلف تماما عن اللي هيلعب يوم الجمعه. الصفقات الجديده ودعمها للفريق، وشفنا برونو سافيو وشادي حسين، وكمان في وجهه نظري عوده اكرم توفيق اللي واحده من المكاسب القويه جدا جدا للنادي الاهلي فنان الموسم ده. ربما طبعا اكبر خساره هو تاكد غياب اليو ديانج عن نص الملعب، كان اكيد لاعب هيفرق كتير قوي قوي مع النادي الاهلي، ولكن نهائي القرن 2020 برضو ديانج غاب عنه، اللي هو كان ساعتها بوزيتيف في التحليل بتاع كورونا، وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى عند الجهاز الفني الادوات والخيارات البديله اللي تخليه قادر على تعويض غياب اليو ديانج ان شاء الله. طيب ايمن. يعني مش هزود كتير عن كلام ثابت وكريم، يعني الامور في الامارات، الاجواء في الامارات عامه بتبقى جميله جدا، انت على طول بتلعب إيه. بتلعب كوره للكوره للمتعه، الملعب بيبقى ممتلئ عن اخره، ملعب كمان هزاع بن زايد الاهلي ليه في ذكرى طيبه، اللي هي اول بطوله سوبر مصري اتلعبت في الامارات كانت على هذا الملعب، والنادي الاهلي وقتها
كسب 3-2، ويمكن الظروف وقتها ممكن نقول كانت تتشابه، لان نادي الزمالك برضو وقتها كان هو بطل الدوري وبطل الكاس بفريرة. وبفريرة برضو بالظبط كده. فالنادي الاهلي وقتها ظهر بشكل برضو مختلف تماما في المباراه دي. كان وقتها كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني المؤقت. كمان ممكن نقول ان حاجه يعني بنحاول دايما نبرز اللي هي ايه الحاجات اللي بتخليك بتقول بشرة خير، يعني راجل سويسري كولر، نفتكر برضو بدايه فايلر مع الاهلي كراجل سويسري، كان لعب ماتشين في افريقيا وكسبهم وتاهل، وبعدها لعب نادي الزمالك في السوبر وقدر ان هو يحسم السوبر وقتها، وكانت دفعه لموسم جيد جدا على مستوى الدوري. نتمنى ان شاء الله تبقى دي نفس يعني دي نفس الذكرى ونفس الامر مع كولر تتكرر كمدرب سويسري. هي 50-50 في الملعب، الجمهور موجود والتذاكر خلصانه، الاجواء كلها مثاليه، الناس كلها مستعده، حتى الاهلي والزمالك لما نيجي نتكلم على الارقام والاحصائيات متقربين في كل حاجه. فان شاء الله نتمنى ان التوفيق يبقى مع النادي الاهلي في الملعب، يبقى مع لعيبته، ويبقى مع مدربه، وان شاء الله بعثه النادي الاهلي ترجع بالسوبر ونكمل بقى مشوارنا بعد كده يعني. يا رب ان شاء الله. برونو سابيو وشادي حسين، سنه اولى قمه، تقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب تاريخ بقى مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك يا احمد. يمكن الفريقين اتقابلوا 7 مرات، ده بالنسبه للسوبر. الفريقين اتقابلوا 7 مواجهات، النادي الاهلي حقق اللقب 5 مرات منهم، ونادي الزمالك حقق اللقب مرتين. النادي الاهلي كسب في الوقت الاصلي من ال5 مرات دول في ال5 بطولات 3 مرات، ادي قدامنا الارقام على الشاشه. 3 مرات في الوقت الاصلي، ومرتين النادي الاهلي كسب بركلات الترجيح، لكن نادي الزمالك ما كسبش في الوقت الاصلي للمباراه، كسب مرتين بركلات الترجيح من المرتين. تمام. تاريخ مواجهات الاهلي في ملعب هزاع بن زايد. يمكن النادي الاهلي حصل على بطوله السوبر مرتين في الملعب هزاع بن زايد، المره الاولانيه كانت قدام نادي الزمالك اللي هي المباراه 3-2، والمره الثانيه المصري اللي هي في الهدف في الدقيقه 101 كان وليد ازارو. دي برضو نوع من التفاؤل ان شاء الله ان الملعب ده يكون وشه حلو علينا باذن الله. طيب كريم، لو تقدر تكلمني عن طريقه لعب نادي الزمالك. طبعا فريرا، خليني كده نعمل فلاش باك سريع وفلاش باك مهم. اتفضل. فريرا اول ما جه رجع لنادي الزمالك اختار ان هو يكمل بيه ال4-2-3-1، وواجه صعوبات بالغه ساعتها، واعتقد الفريق ساعتها خسر من انبي. صحيح. وخسر من طلائع الجيش. بعد الخساره من طلائع الجيش قرر فريرا ان هو يتحول لطريقه 3-4-3، لان هو كان شايف ان الفريق ما عندوش الامكانيات البدنيه ولا كمان الدكه اللي تخليه قادر ان هو يلعب ب4-2-3-1 لفتره طويله. نعم. منذ تحوله 3-4-3 بدا يامن بشكل كبير جدا 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 دفاعاته، وبدا يلعب اللعب المعتاد اللي احنا نفتكر حتى فريرا في يعني ولايته الاولى، زون ديفنس بشكل كويس جدا، بيدافع بشكل كويس جدا جدا جدا، وبيعتمد على الهجمات المرتده. وندي مثلا مثال سريع من المباراه الاخيره، مباراه سيراميكا كليوباترا، ولما حتى ما تيجي الحالات هنتكلم عليها، ونشوف ان فريرا فعلا ما بقاش يهتم بالبوزيشن او الاستحواذ ولا يعني في اي شيء. اهم حاجه ان اللعيبه تنفذ ادوارها الدفاعيه بشكل يعني درجه 9 من 10. هو بيحافظ على انه يزهق المنافس بتاعه تماما في عمليه الوصول الى المرمى، رغم ان سيراميك كليوباترا كان مستحوذ على المباراه بشكل كامل جدا، والشوط الاول كان يعني لحد ما وان سايد جيم، وبيتلقى هدف على عكس سير اللقاء تماما، ولكن هدف نادي الزمالك الاولاني هنتكلم عليه كتير. ففريرا اعتمد 3-4-3 وواصل بيها، وطبعا طريقه احنا اتكلمنا عليها، استفدنا احنا برضو لعبنا بيها مع سوارش فتره كبيره، وبرضو كنا بنلعب بيها مع بيتسو موسيماني، بس طبعا ما بقتش تناسبنا السنه دي خلاص، لان احنا بقى وضعنا افضل، وبالتالي اكيد بنسبه كبيره فريرا هيواصل الاعتماد على 3-4-3 يوم الجمعة الجاية، ولكن هو الخلاف اللي ربما يعني يحصل بعض الجدل. مركز إمام عاشور هيبقى إيه؟ هيخش وسط ملعب ولا هيخليه جناح ويديله فري رول زي ما عمل في سيراميكا؟ والنهاردة أنا جايب حالة هنحللها وهنبص على الأدوار المهمة جدا 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 اللي بيصنعها إمام عاشور في وسط ملعب نادي الزمالك.
يعني برضو لو بنتكلم رقميا او احصائيات لو ممكن نعرض للمشاهدين معنا في قناه الاهلي احصائيات الاهلي والزمالك في الدوري بشكل عام هذا الموسم هم مباراتين لكن الارقام ما بنقولش الارقام يعني قريبه لا وكمان بتدي دلالات وبتاكد على الكلام يعني بتاكد حتى على كلام كريم في حته ان فيريرا موضوع الاستحواذ عنده هو ما بقاش بيهتم بيه يعني نادي الزمالك لما في المباراتين نزل الاستحواذ بتاعه بنتكلم الاجمالي 50% فهو النهارده بيحب يسيب الكوره للمنافس ايا كان المنافس مين وفي الاخر هو بيعتمد على الهجمات المرتده والكرات السريعه والسرعات اللي عنده. لما نيجي نتكلم عن نسبه مهمه جدا اللي دايما بنتكلم معاك فيها هنا كابتن اسلام اللي هي الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه يعني النادي الاهلي بنتكلم في 7.202 الاهداف المتوقعه سجل منهم هدفين نادي الزمالك 3.3 بس هو مسجل 4 اهداف اوكي فاحنا النهارده بنتكلم ان هو الزمالك بيجي له الفرصه اللي بتجي له في الماتش وبيسجلها اوكي ودي اللي كمل بيها الموسم الاخير فيرير يعني الموسم الماضي فيرير مع زيك تلاقي اغلب ماتشاته هي كده بيجيب الفرصه جول خلاص وبنامن الدفاعات حتى حمزه المسلوسي لاعب من مغضوب عليه من جماهير الزمالك وبتتكلم على ان هو محترف عبء على الفريق ومحترف واخد مكان على الفاضي لراجل تم اكتشافه في مركز المساك التالت يعني بيلعب قلب دفاع ما بيلعبش باك يمين دلوقتي سواء حمزه المسلوسي دلوقتي صحيح. مثلا عمر جابر اللي بيلعب باك يمين قبل كده كان بيحط ممكن نيمار او يحط اي حد جاز مهم حمزه هو بيبقى المدافع وبيعمل استخلاصات مميزه جدا وتطور دفاعيا. لو جينا اتكلمنا على خلق الفرص النادي الاهلي معدل خلق الفرص بتاعه اكبر 26-14 في رقم مهم جدا ان دقه العرضيات وبنتكلم فيها اللي هي في الكرات الثابته يعني لو بنتكلم بشكل عام دقه العرضيات هتلاقي النادي الاهلي هو المتفوق لكن الضربات الثابته عن نادي الزمالك هي مصدر قوه فلازم برضو النادي الاهلي ان شاء الله نركز فيها نتكلم 4 من 9 كرات ثابته تلعبوا بشكل صحيح من 9 ده رقم كبير بحيث ان الناحيه الثانيه في النادي الاهلي هي 3 من 14 نسبه يعني بنلعب او بناخد كرات ثابته بنلعب منها كرات عرضيه كتير ولكن نسبه ان هي تبقى صحيحه اقل في الدوري عكس بدايه الموسم فدي نتمنى ان هي امر نعالجه. البطاقات ارقام قريبه 3 النادي الاهلي خد 3 الزمالك 4 طبعا الكارت الاحمر الوحيد كان من نصيب النادي الاهلي كان المفروض يبقى فيه كارت احمر على نادي الزمالك ولكن الحكم كان ليه راي اخر. الفوز بالكره النادي الاهلي 260 مقابل 230 نادي الزمالك. الريكفر الكره الثانيه عند النادي الاهلي افضل. خساره الكره عند النادي الاهلي يمكن هي اكبر لان النادي الاهلي بيستخلص كتير والنادي الاهلي بيستحوذ كتير فممكن في بعض الاحيان النادي الاهلي لعبته بتبتدي تفقد الكره بس لكن ما بتبقاش بتشكل خطوره علينا بشكل كبير. دي يعني ابرز الاحصائيات العامه لو شفناها ما بين الاهلي والزمالك في المباراتين اللي كل فريق لعبهم لكن في النهايه زي ما قلنا هي الحاله اللي في المباراه الارقام دي الناس لازم تعرف ان هي دلاله بنقول ايه اللي حصل بس ايه اللي موجود ايه اللي الفريق كل فريق بيعمله ماشي. ولكن في النهايه الحاله جوه الملعب هي اللي بتختلف فنتمنى اهم حاجه بس الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها دايما ان احنا بنخلق فرص احنا بنروح كتير على المرمى بس بنجيب اجوان بنسبه أقل. مش بنفس المعدل اللي المفروض ان احنا بنوصل 7 نجيب 2 لا يعني حرام المفروض نوصل 7 نجيب 4 أو 5 احنا نفسنا كنادي اهلي ولاعيبه ترتاح وتلعب بمزاج يعني. طيب فاصل وبعد هذا الفاصل نسمع بقى يعني ايه اللي بيحصل على الشاشه كيف يلعب نادي الزمالك ولكن من خلال الشاشه تفصيلي بقى ايه اللي هيحصل ونشوف برضو راي جمهور النادي الاهلي هنا في القاهره ماذا يتوقع جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نفصص شويه في نادي الزمالك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تشكيل نادي الزمالك يا ايمن يعني زي ما اتكلمنا كده ان فيريرا الفتره اللي فاتت قبل الطريقه قبل ما تتكلم ما تستغربوش يا جماعه احمد وكريم واقفين يعني واقفين راحوا فين موجودين واقفين عاملين بس دايره عاملين دايره كده بس حاجه جديده يعني اتفضل فيريرا بطريقه الثلاثه هي واضحه كمان ان هم يعني بيبتدي بيها الماتشات ايا كان المنافس فالنهارده 3-4-3 هي دي الاقرب اللي طبعا هيلعب بيها قدام النادي الاهلي نتكلم في محمد عواد والحارس الاساسي بنسبه كبيره ممكن يستعين بحسام عبد المجيد بدل من مصطفى الزناري لان هو استعاده من المنتخب الاولمبي هو بيثق فيه في الفتره الاخيره وهو يعتبر المدافع الاساسي معاه وطبعا محمد عبد الغني موجود والمسلوسي هو اللي بيلعب
في قلب الدفاع رقم 3. اوكي. في الباك اليمين عمر جابر، في الباك الشمال احمد فتوح. اوكي. رو او الوردي في النص، وهنا الحته اللي كريم اتكلم عليها هي مركز امام عاشور بنسبه كبيره. امام عاشور رجع الفتره اللي فاتت بيلعب بعد فتره غياب، فهو كان ظاهر في مباراه سيراميكا ان الراجل موجود في نص الملعب بس واخد الحريه، ما بيلعبش زي السيزون اللي فات 8. لا هو بيلعب بياخد الجانب الهجومي ومعاه زيزو وسيف الدين الجزيري، هو الفتره الاخيره هو المهاجم الاساسي في نادي الزمالك. ده تقريبا الشكل الوارد ان هو يظهر بيه نادي الزمالك. ما اعتقدش ممكن يبقى فيه مفاجات، لان فيريرا دلوقتي برده بيسيب سيد نيمار، بيسيب يوسف اسامه لو هو جاهز. الناس دي هو بيعتمد عليهم كفكر، اللي هو بنتكلم زي بلاي ستيشن يا كريم اللي كنا بنلعب فجاه الشوط الثاني، ننزل اللعيبه اللي هي عندها سرعات عشان وشيكابالا السرعات عشان خاطر الهجمات المرتده. فاعتقد ده الشكل الاقرب للزمالك لبدايه المباراه يبتدي بيه المباراه. احمد، طريقه لعب نادي الزمالك بشوف ان طريقه اللعب اختلفت شويه مع بدايه الموسم. بيلعبوا بخمسه ورا، بس انا بشوفها 5-3-2. توظيفه لزيزو اختلف تماما. زيزو كان في الاطراف، كان بيلعب على الاطراف السنه اللي فاتت. السنه دي لو استعرضنا التشكيل بتاع نادي الزمالك، طبعا تعال نبص الاول، خلينا في التشكيل، التشكيل الاول بس سريعا كده، تشكيل نادي الزمالك. نبدا طبعا في راس المرمى محمد عواد، الثلاثه اللي قدامهم طبعا بيبقى محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد مسلوسي وحمزه المسلوسي. تمام، ادي التشكيل قدامنا على الشاشه. طب ما ده اللي ايمن قال. لا لا، في تشكيل تاني، عرضوا التشكيل التاني. في تشكيل تاني اللي هو 3-4، اللي هو 5-3-2. انت متخيل ان الزمالك هيلعب كده؟ 5-3-2، حسام عبد المجيد، عبد الغني، المسلوسي، ماشي. عمر جابر باك رايت، ناحيه الشمال احمد فتوح، محمد اشرف رؤى، وزكريا الوردي، وامام عاشور. تمام. زكريا الوردي ممكن يبقى المفاجاه هنا، ان ممكن يبدا بعمرو السيسي. انا شايف ان ممكن يكون تحضيره في المباراه الاخيره عمرو السيسي وتالقه في الشوط الثاني. احنا ولا بتلعب مين يعني؟ هيلعب الوردي ولا بعمرو السيسي؟ 50-50 ده المركز الوحيد. 50-50 لو عمل مفاجاه هيحط بعمرو السيسي. اوكي. والاثنين اللي قدام زيزو وسيف الدين الجزيري. تعال نتفرج على طريقه الزمالك الجديده اللي انا بتكلم عليها، اللي هي ميزه الزمالك مع فريرا في التنظيم. زي ما احنا شايفين الخطوط قريبه من بعض، ادي الخمسه هي ورا، ادي الثلاثه اللي هم مين؟ رؤى وزكريا الوردي وامام عاشور، والاثنين اللي قدام زيزو وسيف الدين الجزيري. زيزو اللي قدام بمعنى اثنين قدام شكل راس حربه، اثنين راس حربه. زيزو بقى بيلعب راس حربه، زيزو بقى بيلعب راس حربه في المباريات الاخيره في العمق تحت سيف الدين الجزيري. اوكي. وانا بشوف ان ده مقلل كتير، يعني يا رب يلعب كده. انا مش شايف ان ده مقلل كتير من زيزو. زيزو حتى الاسيستات بتاعته قلت في الفتره الاخيره، زيزو مسته على الطرف. اوكي. ميزه الزمالك، ارجع بس للصوره اللي قبلها في التنظيم، زي ما احنا شايفين الخطوط قريبه من بعض جدا، عندهم صبر وعندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم في الهجمه المرتده بصوره كويسه جدا. نعم. مع فريرا شايف المساحات قريبه جدا من بعض في الحاله الدفاعيه، منظمين بيقفلوا المساحات، ورؤى هو اللي واقف في النص وقدامه زكريا الوردي وامام عاشور. هات اللي بعدها بقى، التحولات. الزمالك في التحولات في الهجمه المرتده دايما لما بنبص على ارقام الزمالك في المباريات الاخيره هتلاقي عدد محاولاته على المنافس اقل، لكن هم عندهم الفينش عالي. بص الزياده العدديه، زيزو فين هنا؟ زيزو هو اللي بيتحول لراس حربه، وبص كام واحد، 1-2-3-4-5 جوه منطقه الجزاء. أوكي. رغم ان هم كانوا بيلعبوا ده من المباراه الاولى اللي كانت قدام سموحه، بيلعبوا بيه دفاع منطقه يعتبر او دفاع متكتل في وسط ملعبهم، لكن عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم. وادي حاله تانية برضو بتاكد تحول زيزو في العمق كمهاجم تاني جنب سيف الجزيري، وبرضو نفس الحاله يعني في زياده عدديه جوه منطقه الجزاء، عندهم في التحولات من الدفاع للهجوم ممتازين، والعرضيات دايما والانتشار زي ما احنا شايفين. كريم تمام، هو ما يشبه اللي بيقوله ثابت، بس هنختلف في حته معينه وهي مركز زيزو. زيزو ما ينفعش يبدا في البدايه قدام النادي الاهلي كمان كراس حرب او حاجه المباريات، لكن ربما في العرضيات، لان فريرا 80% من هجومه عرضيات. تمام. هو خلاص الفرقه صحيح. متعوده، ودي الطريقه اللي طبعا قدر يكسب بيها السنه اللي فاتت، وسهله كمان يا كابتن اسلام. خلي بالك يعني هو كمان فريرا ما بيعملش تاسكات صعبه على لعيبته، هو عايز دايما اللعيبه يبقى عندها مخزون بدني اللي بعد كده. أوكي. واللي بعد كده ما بيدهمش يعني ايه واجبات صعبه، بيلعبوا لعب سهل. مثلا واحده من اللعبات المشهوره جدا جدا نادي الزمالك بيعملها من السنه اللي فاتت في كل المباريات، يجمع اللعب في منطقه ونبص كده على حتى المنافس، عايزين نبص على المنافس. لعيبه السيراميكا كلهم متجهين بالنظر تجاه الجبهه اليمنى، ونادي الزمالك بيحضر، وربما اي حد يظن مثلا يعني ان التمريره
المنطقيه في وضع زي ده ان نلعب التمرير كده. ما لا نرجع معلش انا اسف نرجع الصوره اللي قبليها. لا نرجع 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 نجيب الصوره اللي قبليها. ايوه المنطقي ان انا هعمل التمريره دي صحيح واضحه. المهاجم نزل وخد المدافع معاه والكوره مع رؤى، رؤى هو اللي معاه الكوره، وبالتالي طبيعي جدا ان نلعب الكوره السيف هنا في العمق. ده عندي مساحه كمان صحيح. المساحه اللي ما بين الاثنين بتوع سيراميكا. لكن نادي الزمالك متحفظين وهم فعلا متحفظين بينزلوا يعملوا الواجب اللي عملوه في التمرين على طول. رؤى بياخد الكوره ويروح نجيب بقى الصوره وراها على طول اوتوماتيكلي بيلعب الكوره للجبهه الثانيه حتى لو ما فيش حد يعني. لا في طبعا هنبص بقى في مين على طول بيعملوا مواقف اثنين على واحد. اول جيب بقى الصوره اللي بعديها رؤى خد القرار على طول الكوره هوب انقل اللعب على طول اتحط هنا موقف اثنين على واحد. وبالتالي نادي الزمالك وفريق طريقه بسيطه جدا قدر ان هو يحول نفسه من الدفاع للثلث الاخير في ملعب المنافس في ثلاث او اربع لمسات بس. وبالتالي هيتحط موقف 2 على 1 وقدر هنا زيزو انفرد بيه المرمى في اول فرصه نادي الزمالك. الكره اتكررت كتير جدا وتشوفها كتير جدا وبالتالي اكيد اذا دي طريقه لا استراتيجيه طبعا زي ما كركبت فريرا. احنا كلنا متفقين ان فريرا ما بيوصل لمرمى المنافس باقل عدد من التمريرات وكل اهم اهم حاجه عنده ان انا عايز اوصل في الشوط ثلاث فرص اجيب واحده وارجع امن واسيب له الكوره وهوب اخطفه بالجون الثاني واقتل المباراه. دي طريقه فريرا ما بيغيرهاش. حتى كريم في هنا في نفس الكوره اللي انت شرحتها دي تقريبا دي كره الهدف لا لسه عاشور لسه هنتكلم عليها يعني هي نفس شبهها يعني لسه هنتكلم عليها لسه هنتكلم عليها. بص بما انك يعني جبت الكلام على امام والحته دي انا وثابت هنشرحها مع بعض. دي بقى الدور اللي احنا ممكن بقى ايه نتناقش فيه شويه. امام عاشور في المباراه دي قدام سيراميكا ممكن يلعبه جناح لان انا قدام سيراميكا اديته فيزو. لكن اهميه امام عاشور حتى نفتكر ماتش الكاس اللي احنا اتغلبناه امام عاشور كان عامل دور خطير جدا 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 في نص الملعب. لان امام عاشور النهارده دفاعيا اتطور مش ده اللاعب اللي احنا شفناه من سنتين. امام عاشور من سنتين حتى جمهور نادي الزمالك لما كان ساسي موجود كان يقول لك لا امام عاشور ما ينفعش يبقى بديل لساسي. صحيح امام عاشور تطور بدنيا والجزء الدفاعي عنده تطور اكتر من فرجان ساسي. فهنا السؤال بقى امام عاشور ضمن النادي الاهلي هل تبدا بيه على الجناح وتحطه قدام عمر جابر زي ما عملت في الماتشات الاخيره ولا تدخله في نص ملعب؟ بس ساعتها هتحتاج ان انت تتخلى عن رؤى لان اكيد بنسبه كبيره زكريا الوردي هيلعب اساسي هيلعب اساسي. الكوره اللي احنا جايبينها دي والحركه معلش نرجع بقى الصوره اللي قبليها نشوف يا كابتن اسلام امام عاشور استلم الكوره منين؟ استلم الكوره من هو كان على الجناح وبدا يخش انسايد وبدا يخش جوه الملعب. مش ممكن على التحول واللعب اللي هم اللعيبه حافظه بعض في نادي الزمالك بشكل مميز جدا هم بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره. امام عاشور سلم الكوره وتحول تماما بعد ما زيزو سرق في مدافع هنا زيزو هنا في قلب في جنب الصوره سرق المدافع وسحبه خلق لامام عاشور مساحه فاضيه تماما فتوح على طول في قرار كويس على نادي الزمالك. قراراتهم حلوه وسريعه. اول ما شاف زميله جري وخد المساحه الفاضيه على طول اداله الكوره. الالعاب دي ربما ما توصلش للمنطقه دي لو اللاعب اللي معاه الكوره ما خدش قرار بسرعه. لو اتاخر ثانيه واحده بس شكرا خلاص هيرجع مدافعي فريق سيراميكا يغطوا المساحه اللي اتفتحت والهجمه تروح. لكن نادي الزمالك اللعيبه حافظين بعض بيتحركوا بسرعه وقرارهم سريع وبالتالي ده بيحتاج ان المنافس يبقى دايما صاحي واخد باله ان نادي الزمالك مش عايز يهاجم من 90 دقيقه كلها غير اعتقد 20 30 دقيقه ماكسيمم. انا بشوف ان امام عاشور اهم لعيب في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. احسن لعيب في نادي الزمالك صحيح. امام عاشور بصراحه صحيح. تعالى كتكمله الكلام كريم في الهدف هو بيعجبني جدا في التحركات بين الخطوط عنده الميزه دي قوي. ان هو بيسريع وبيكسر. بص هنا هو بدا الهجمه زي ما كريم قال كمل اللعبه. بص عمليه السكاننج هو لعيب بيشوف المساحه يعني بيبص الاول. بص هنا في النظره هنجيبها جايبينها هنا. بص ادي امام عاشور اللي عليه السبوت. بص النظره اللي عملها الاول بيشوف المساحه اللي ما بين الخطوط ما بين المساك وما بين الباك عشان يجري فيها عشان يتحرك في المساحه ما بين المساك والباك عشان فتوح يلعبها له. يعني امام عاشور لو ما كانش اتحرك في الحته دي ما كانش امام عاشور لعبها له. وكمان يعني. زيزو يسحب له مدافع لان زيزو لما سحب له مدافع هي المساحه دي اللي ظهرت طبعا. بس امام عاشور مميز جدا حذاري من امام عاشور في طبعًا. التحركات ما بين الخطوط وان انت تسيب له مساحه يشوط صحيح. مهم جدا الضغط صحيح. على امام عاشور. انا شايف ان امام عاشور هيلعب في وسط الملعب بالخمسة 3 2 امام عاشور وزكريا الوردي او السيسي
ووراهم بيبقى رؤى يعني ثلاثة واضحة. بص هنا دي الزاوية الخلفية بتاعتها، الكاميرا الخلفية مبينة تحركاته، فلازم نخلي بالنا من تحركات إمام عاشور. هو على فكرة هو نجاح هذه الكرة تحديدا هو بزيزو. طبعا خدم لاعب اللي بره، وبالتالي اللعيب راح معاه طبعا ده. بس انا اسف يعني الباك رايت هنا هي الصورة الحلوة الهيكل اللي انت جبتها من الكاميرا الخفية، حلوة قوي الكاميرا الخلفية اللي جبتها. ايوه هي دي بالظبط. يعني انا كباك رايت ما ينفعش ابقى كده. بص يا كابتن اسلام المساحه، بص لا بص المساحه هنا دول واقفين. عايز اقول لك حاجه، الباك رايت واقف صح سواء المساك، بس المساك لازم ياخد المساك لازم يرحل خطوتين لجوه. صح يعني الباك رايت ده واقف يعني 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 ها ممكن ياخد خطوتين خطوه الواحده جوه شمال. بص يا كابتن اسلام دخل في النص في لعيب كل لعيبه الزمالك صح، لكن انا بتكلم لا انا قصدي لا لعيبه سيراميكا يعني هو تمركزات لعيبه سيراميكا، بس لاعب الوسط اللي هو اصلا امام بيجري منه ايوه، والمساك اللي هناك اللي هو فيه خلاص كده كده في اتنين مع سيف الدين الجزيري صحيح، فالمفروض المساك ده يقرب شويه عشان خاطر يمنع التحرك بتاع لان هو راح له متاخر بالظبط كده، لانه الباك رايت واقف صح بالظبط. الباك رايت حتى لجوه ياخد خطوتين لجوه، لا انا شفت الكره كمان اصل مع مين، مع احمد فتوح بالزبط. فهو الباك رايت لا ما ياخدش حتى خطوتين لجوه، هو واقف صح 10 على 10. المفروض الاستوبر اللي وراه كان يجي يقفل وبخطوتين ايوه، بس خطوتين لتحت شويه يا زجاله، يعني انزل بالسهم لورا تحت شويه، يعني لو خد الخطوتين دول لجوه ولتحت كانت الكره دي راحت صحيح. كان ايوه كده، برافو عليك، هي دي هي دي الوقت. التمركزات كده حتى النادي الاهلي تمركزات هي اللي تعمل النادي الاهلي في مباراه اللي هي 2-2 كان الشوط الاول هو عامل الحته اللي كريم كان بيقول عليها دي، ان انت قافل اصلا على فكره ان نادي الزمالك يلعب بالطريقه اللي هو عايز يلعب بيها. ما كان النادي الزمالك كانش قادر يروح بفكره اللي هي التمريرات اللي على طول، وعايز يعمل الكور الطويله عشان خاطر يسرع ويلعب العرضيه لعمر السعيد، وقتها كان معزول تماما صحيح. بس كانت مشكله النادي الاهلي وقتها ان هو استغل كره واحده بس اللي هي الطويله اللي لعبها صح، ما قدرش يلعب اكتر من كره طويله صح يضرب بيها تسلل نادي الزمالك صحيح. وجاب الجون بتاع محمد شريف. تحول بقى فيريرا الشوط الثاني لما نزل اللعيبه بتاعه السرعات اللي بنتكلم عليها، كان وقتها يوسف اسامه وكان عنده لسه موجود سيد نيمار كان لسه بيلعب. فهي النقطه ان نادي الزمالك تمركزاته كلها يعني زي ما كريم قال كده هم حافظين. لا وعايز اضيف حاجه ثانيه كمان، فيريرا بيعتمد على نقطه يا كابتن مهمه قوي في الماتشات الكبيره، بيعتمد ان هو بيحب اول 45 دقيقه يخش اوضه اللبس بنتيجه ايجابيه، بيبقى عايز دايما المنافس يخش الشوط الثاني وهو مضغوط نفسيا وعصبيا صحيح. فبالتالي لما انت بتخش بالحاله دي بتبدا فرصتك للهجمات المرتده للزمالك تزيد صحيح. ليه؟ لان المنافس هيبدا يبقى عصبي، وكل ما الدقيقه بتمر كله ما بيطير الفول باكس وبيحاول يهاجم باكبر عدد صحيح. بالتالي مثلا شيكابالا كلنا متفقين النهارده في كبر السن ما عندوش المخزون البدني اللي يخليها 90 دقيقه صحيح. لكن شيكابالا يملك من المهاره اللي تخليه في مواقف صغيره يخلص، دي الخبره. ان شيكابالا لعيب كبير عشان كده تلت ساعه ولا نص ساعه اللي بيلعبها بتبقى مؤثره بيخلص صحيح. وهي النقطه لازم النهارده، ودي جوده فيريرا انه بيوفر الاتموسفير او الجو السانح للعب انه يتالق، عشان احنا قدامنا بالظبط 3 دقائق. تعال نتفرج بقى على مشاكل الزمالك او نقاط الضعف بتاعتنا نادي الزمالك. اتفضل. احنا كل الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم على ايجابيات نادي الزمالك، نقاط القوه كده ممكن نقعد 7 دقائق. نقاط الضعف، الزمالك عنده مشكله في تحضير الهجمه، اي فرقه بتعمل عليهم ضغط عالي بيعمل لهم مشكله. بص هنا هم بيعتمدوا على رؤى تحديدا، هو اللي بيبقى بينزل قدام الثلاث مساكين، هنا حمزه المسلوسي فاتح وده مصطفى الزناري. بص الضغط اللي عمله سيراميكا ورؤى، لو انت ضغطت على رؤى وعملت ضغط منظم على لعيبه نادي الزمالك هتعمل لهم مشاكل كتيره في تحضير الهجمه، لان طارق حامد من ساعه ما سابهم وكان فرجاني ساسي وما عندهمش الحته دي. ليه مش واثقين في رؤى؟ مش واثقين فيه في التمرير بتاعه. بس رؤى تضغط عليه كمان، بص هنا لما ضغطوا عليه لعيبه سيراميكا اتقطع الكره دي، اتكررت حتى في الماتش اللي هم لعبوه في دور ال 32 في افريقيا. مجرد ان انت تضغط عليهم من قدام، بس لازم يكون ضغط منظم ويكون في حساب لتحركات برضو امام عاشور في ظهر ال عشان هو في الزون 14 عشان هو الكره عشان ما يلعبش تاخد الكره هتغلطه اكتر من مره. حتى عواد ممكن التقدمات الكتيره بتاعته دي بتسبب ربكه صح. دي نقطه مهمه جدا اللي هي الضغط. بص هنا لما تحوله ايوه عملوا نقطه مهمه جدا ان انت لازم تضغط عليهم. الحاجه الثانيه هم عندهم مشاكل دايما في المساحات ما بين المساك والباك في الثلاثه، فانت النهارده هل لعبهم بخمسه ورا هل ممكن النادي الاهلي يفكر يلعب براسين حربه بحيث ان انت توقف الثلاثه؟ ده فكر برضه. هل انا العب كتير بنت الخطه انك تلعب 4-4-2 فلات
وكولر هو ما لعبهاش يعني في السي في بتاعه ما لعبهاش ويكا ما لعبهاش مع النادي الاهلي فانا اعتقد فدي دي, دي فكره هل هل ممكن شوط تاني والحاجه الثانيه برضو ان النهارده وعملها عندي في الاتحاد المنستيري خلي بالك يعني عملها بس يعني كان جناح نعم شريف كان جناح بالظبط يعني ما انا ده اللي كنت هكمل كلامي السؤال الثاني انا عندي امام عاشور بيتحرك وعندي فيريرا بيلعب بثلاثه في وسط الملعب وانا عندي غياب ديانج هل العب باثنين ولا العب بثلاثه ادخل مثلا اكرم مع السوليه وحمدي مثلا ودي كمان بص يا كابتن اسلام في دي مهمه قوي 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 النادي الزمالك وقفته في الكرات العرضيه للمنافسين وقفه ممتازه احنا بس لو تخيلنا كده سريعا كده احنا وسادة المشاهدين نسبه ان الكوره تروح في اي مكان من يعني مثلا العرض القريبه او المتوسطه او البعيده هتلاقي ان الاحتماليه الاكبر للاعب نادي الزمالك صحيح سواء على القريبه او في النص او على البعيده وقفتهم هم بيلعبوا اسهل كوره ممكن تتلعب بقف كويس ومنظم والنهارده بحاول ان انا اوصل في الاجاده بتاعتي ليها ل 10 من 10 وفي الهجوم طير زيزو وطير امام عاشور وسيف الدين الجزيري باص زيزو بدل باص صلاح بس ولا هتلاقي جون سموحه الزمالك جابه بعد فرص لسموحه هو كان شيكابالا منطلق لوحده خالص ولعب الكوره بالعرض خبطت في يعني خبطت في مدافع سموحه لان مدافع سموحه كان في سيف الجزيري او كان في لعيب معاه وكمان كان وراه الواد الافريقي سامسون في الجون الثاني هو سامسون راح ضغط على المدافع خد الكوره حطها هي دي الفكره ان النهارده الجون اللي جابوه هنا كان جون ملعوب لكن الجون الثاني لنادي الزمالك في سيراميكا هو اللعيب فتوح فضل يمشي بالكوره لحد ما حدش بيخش عليه راح بيمينه حتى مش بشماله راح شايتها فهي دي الفكره النقطه اللي قالها كريم النقطه اللي قالها ثابت هي مهمه ايه؟ هي الضغط لو الضغط بتاعك كان ايجابي هتعرف توقع نادي الزمالك في اخطاء لان هم تركيزاتهم جيده ولكن اخطائهم بتبقى قاتله في الحته دي دايما هتلاقي ان المنافس لما بيلعب قدام نادي الزمالك لما بيروح عليه بهجمه هتلاقي دايما هجمه خطيره انفراد واحد على واحد كوره مثلا يغلط فيه لكن اللي بينقذهم كان ساعات مره ابو جبل مره عواد ولكن لما التكرار زي مباراه انبي مثلا كده او مباراه طلائع الجيش الموسم الماضي حتى النادي الاهلي في مباراه 2-2 كان يقدر بعد كوره محمد شريف كان في كوره لقفشه برده ضربت دفاع نادي الزمالك اللي هو كان وقتها 3 برده ولكن وقتها قفشه واحمد عبد القادر ما كانش معاهم التوفيق فهي هي التوفيق قدرت تخلص موضوع تضغط كويس وتنهي هجمتك بالشكل الامثل هتصدر لهم هم ضغط بالتالي هيبتدي طبعا بحرك. التوفيق وهو ان احنا نعمل نسب احراز للاهداف اكتر من أكتر. من النسب لان احنا بنروح للجون خلاص هو المدرب عليه ايه انه يوصلك للمرمى يوصلك للجون طبعا المدرب عليه كل حاجه ولكن هو خلاص وصلك للمرمى وانت في التمرين الكره بيقول لك حطها ناحيه احمد ثابت بتعملها كده بتحطها حطها ناحيه كريم بتعملها كده في الماتش بقى صحيح. توفيق ينقص النادي الاهلي التوفيق في هذه المباراه انا بشكرك جدا ايمن على وجودك معانا ان شاء الله كل التوفيق مين اللي هيكسب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي تقدر تقول نتيجه ولا بلاش نتيجه يا احمد ان شاء الله يعني انا شايف الهدف المبكر يا كابتن اسلام هيفرق كتير قوي عايز تكسب زمالك فريرا لازم تجيب جون مبكر لان هم بيشتغلوا في مساحات ضيقه قوي وبيدافعوا دفاع منطقه فانت لو جبت جون مبكر هيفتحوا هتلاقي مساحات اكتر هتقدر انت تشتغل بقى على الهجمات المرتده كريم 3-2 ان شاء الله كم 3-2 يوم 3 فبراير يعني ولا ده 3-2 ده الماتش 3 طيب ماشي ده العشاء عليا لو 3-2 العشاء عليا انا من دلوقتي اهو يا رب يا مسهل ان شاء الله المهم ان تبقى ان شاء الله مباراه جيده تليق باسم الناديين الكبار انا بشكرك جدا ايمن على وجودك معنا شكرا يا احمد مسهل وانت طيب عقبال 32 سنه تانيين ان شاء الله شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه يوم الجمعه مباراه السوبر المحلي ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه جيده لمارسيل كولر مع فريقه في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله هشوف حضراتكم على خير يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير.